حلو صبح يا حلو طل يا حلو صبح نهارنا فل. صباح الخير وصباح التفاؤل على كل مشاهدينا اللي بيشوفونا النهارده. يوم جديد وحلقه جديده من صباح الورده، هنكون مع حضراتكم من دلوقتي ولغايه 11 الصبح، ومعانا مجموعه كبيره من الفقرات. صباح الخير يا مرام. صباح الورد عليك يا ايمان، وصباح الورد على كل المشاهدين. نتمنى يا رب يكون يومكم مليان بالامل والسعاده والتفاؤل. هنبدا بقى مع حضراتكم الحلقه زي كل يوم وفقره الصحافه اللي هنتابع ونقرا فيها اهم وابرز عناوين الصحف الصادره صباح اليوم. هيكون معانا فيها الكاتب والاعلامي محمد الدسوقي رشدي رئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع. بعد كده هنتكلم عن حدث مهم جدا، وهو استلام الغواصة من ألمانيا. تاني غواصة لينا من ألمانيا، هيكون في تغطية مباشرة للحدث وهيكون في متابعة بالتحليل الشامل. هيكون ضيفنا القبطان صالح جلال حجازي الخبير البحري. وهنختتم النهاردة اليوم بفقرتنا الطبية الثابتة كل يوم ثلاث. النهاردة هنتكلم عن مرض الحمونيل، إيه أسبابه وإزاي نعالجه. ضيفنا في الفقرة دي هيكون دكتور هاني الناظر أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقا. نبدأ بقى على طول مع حضراتكم فقرة الأخبار السريعة، جولة مع أهم أخبار النهاردة. نبدأ من خبر مهم جدا هيكون معانا تغطية ليه بشكل مباشر بعد شوية. النهاردة مصر هتتسلم الغواصة المصرية الثانية تايب 42 طراز 209، ده هيكون في احتفالية كبرى تقام بميناء كيل في ألمانيا بحضور قائد القوات البحرية الفريق أحمد خالد ووفد من قادة القوات المسلحة. الغواصة دي هي الثانية ضمن عدة غواصات هتنضم للخدمة بالقوات البحرية تباعا. هيقود الغواصة الألمانية عدد من ضباط القوات البحرية المصرية، وبعد كده اللي تم تدريبهم مع الجانب الألماني. الغواصة الجديدة تستطيع الإبحار لمسافة 11000 ميل بحري، وتصل سرعتها ل 21 عقدة، وبيتراوح طولها ما بين 60 ل 73 متر، وبإزاحة تصل ل 1400 طن، وليها قدرة على إطلاق الصواريخ والتوربيدات. كمان تم تزويدها بأحدث أنظمة الملاحة والاتصالات، وده هيمكنها من حماية أمن وسلامة السواحل والمياه الإقليمية والاقتصادية والأمن القومي المصري. وبتعد طبعا إضافة تكنولوجية هائلة لإمكانات القوات البحرية، وهتدعم قدرتها على حماية الأمن القومي المصري. طبعا مواصفات الغواصة أكيد طبعا كتير من اللي بيسمعونا مش فاهمين هي إيه بالظبط، ده اللي هنعرفه بالتفصيل وهنشرحه أكتر للمشاهدين مع ضيفنا الخبير البحري النهاردة. نروح بقى لملف الجامعات وخبر عن التنسيق. ما زلنا برضو مستمرين في الأخبار الخاصة بالتنسيق. السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف العام على التنسيق قال إن هيتم النهاردة إرسال بيانات وأسماء الطلاب المرشحين من المرحلتين الأولى والثانية لطلاب الثانوية العامة للجامعات والمعاهد العليا واللي ترشحوا ليها، بحيث يستطيع الطالب التوجه للجامعة لتقديم أوراقه. طيب احنا قبل ما نكمل اخبارنا هنرجع تاني لموضوع استقبال الغواصه الثانيه من المانيا، ومعانا دلوقتي على الهاتف الكاتب الصحفي زكي القاضي المحرر العسكري من المانيا. اهلا بيك يا فندم وصباح الخير. صباح الخير على حضرتك وعلى مشاهدينا الكرام. اهلا بيك، وعايزين نعرف من حضرتك التفاصيل والاجواء عندك، اوصفها لنا. النهارده اظن يوم تاريخي جديد في الفرقه العسكريه المصريه والقوات البحريه. انا بكلم حضرتك وانا في ميناء كيل دوله المانيا، مراسم استلام الغواصه رقم 42 طراز 209 1400. دي غواصه من الغواصات الهجوميه، القوات المسلحه سيطرت خطتها للتطوير والتحديث عبر على اربع غواصات مع الجانب الالماني. استلمت مصر الغواصه الاولى في اواخر عام 2016، واحنا النهارده بنشهد استلام الغواصه الثانيه. المفروض ان في توقيع بروتوكول ما بين الجانبين الالماني والمصري بحضور الفريق احمد خالد قائد القوات البحريه. احنا النهارده بنتكلم على اضافه جديده للقوات البحريه وتحديث من مجالات التعاون المشترك مع دوله كبيره زي المانيا. كمان الغواصه لها مميزات كبيره نقدر نتكلم فيها. كمان احنا عندنا النوع ده من الغواصات ودخوله للقوات المسلحه المصريه هو اضافه جديده تحسب للقياده السياسيه للرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن خلفه الفريق الاول صدقي صبحي وزير الدفاع انتاج الحاج والفريق محمود حجازي رئيس الاركان. احنا بنتكلم عن احتفاليه اظن ان الشعب المصري
عايز يتفرج عليها على مدار الساعات القليلة القادمة. احنا بنتكلم كمان عن غواصة في طاقم مصر المفروض هيتدرب عليها ويبحر خلال ايام الى مصر عشان يوصل. حضرتك تقصد ان التدريب العملي لم يبدا بعد، يعني المفروض في جزء للتدريب العملي وجزء اخر للتدريبات النظريه. التدريب العملي فور توقيع البروتوكول اليوم ورفع العلم المصري اذانا بتسليمها للجانب المصري على الغواصه، هي لحد دلوقتي مرفوع عليها العلم الالماني، وبعد كده يتم انزال العلم الالماني ورفع العلم المصري. هيبدا التدريب لضباطنا وصف الضباط اللي مكلفين بالمهمه دي، وهم بسم الله ما شاء الله يعني قدامي دلوقتي، يعني حاجه تشرف، حاجه تجعلنا فخورين جدا بيهم. هم قدامهم مهمه اظن وفقا للكلام القاده في على الغواصه وعلى اسلحه مختلفه. يعني استاذ زكي انا عايزه استفسر من حضرتك التكنولوجيا بشكل كبير وفي اسرع وقت. استاذ زكي بعد اذنك، يعني اللي هيتم اللي هيقود الغواصه دلوقتي عند استلامها عند حضرتك يعني في نفس المكان في المانيا هيكونوا ضباط مصريين؟ بالضبط، المقاتلين المصريين ضباطنا وصف ضباطنا هم اللي هيقودوا الغواصه. وبقول لحضرتك ان كمان الاشاده في فكره ان هم مستوعبين التكنولوجيا الحديثه في اقل وقت ممكن، وقادرين على ان هم يعملوا ويطبقوا كل اللي هم يدرسوه واللي هيدرسوه كمان. طيب. في علم الغواصات أستاذ زكي، الحمد لله يعني تاريخ محترم أستاذ زكي، المسار البحري المسار البحري اللي تتخذه الغواصه وصولا لميناء راس التين بالاسكندريه، ممكن حضرتك تقول لنا المسار هيبقى ازاي؟ ربما يكون في رحله تستغرق شهر تقريبا. هيبدا التحرك من ميناء كيل في دوله المانيا، هيبدا بعد كده مرورا ببعض المواني في البحر المتوسط وصولا لراس التين. الرحله دي بتستغرق شهر تقريبا زي ما ذكرت لحضرتك، وهي جزء منها خبره واكتساب خبرات وممارسه عمليه للي اتعلموه واللي اتدربوه، وكمان جزء منها للتعرف على طبيعه البحر في ظل يعني الغواصه الجديده والطاقم الجديد اللي عليها. تمام، شكرا لحضرتك استاذ زكي القاضي المحلل العسكري. طبعا هيكون في مزيد من التفاصيل عن مواصفات الغواصه وعن اهميتها واهميه وجودها وايه المهام اللي بتقوم بيها بالتفصيل طبعا في الفقره الحواريه اللي هتكون معانا النهارده، الفقره الثانيه مع القبطان صالح جلال حجازي الخبير البحري. احنا طبعا كنا قبل المداخله الهاتفيه كنا بنتكلم عن ملف التعليم، وكنا بنتكلم على رئيس يعني التصريح اللي قاله السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، وقال كمان ان على الطلاب الدخول على موقع التنسيق وطباعة بطاقة الترشيح اللي بتثبت ترشيح الطالب للكلية المذكورة، مشيرا الى انه على الطلاب التوجه الى الجامعات ومعهم استمارة نجاح الثانوية العامة الاصل وشهادة الميلاد الاصل وست صور شخصية والتقدم الى الجامعة لانهاء اوراق القيد. واكد كمان ان بطاقة الترشيح لوحدها مش مستند للقيد، ولكن هي مجرد اختار للتوجه وتقديم الأوراق المطلوبة. نروح بقى لملف لسه مع حضراتكم في ملف التعليم وتصريحات لدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف. النهاردة بيكرم أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بحضور دكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب وعدد كبير من قيادات الأزهر الشريف ونواب البرلمان. ده هيكون بمركز الأزهر الشريف للمؤتمرات بمدينة نصر. الحفل هيشهد تكريم الطلاب أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بشعبها المختلفة، الشعبة الإسلامية أدبي وعلمي، وده لدعم وتشجيع الطلبة على التفوق. نروح بقى لأهم الأخبار الرياضية النهاردة. نادي الزمالك بيواجه المصري البورسعيدي في نصف نهائي كأس مصر، والزمالك هو حامل لقب بطولة كأس مصر آخر 4 مواسم. طبعا الزمالك هيحاول أنه يحافظ على اللقب من ناحية، ومن ناحية تانية هيحاول ان هو يصالح جماهيره بعد موسم سلبي جدا في الفريق حتى على المستوى الاقليمي والقاري، برضو النتائج كانت سلبية. الفايز من الزمالك والاهلي هيقابل الفايز من مباراة الاهلي وسموحة اللي هتتلعب بكرة في المباراة النهائية لمسابقة كاس مصر المقرر اقامتها 15 اغسطس الحالي. معنا على التليفون الكابتن هشام يكن. صباح الخير، اهلا بحضرتك، وتوقعاتك لمباريات النهارده الزمالك مع المصري البورسعيدي. تتوقع ان الزمالك هيحاول انه يحقق نتائج طيبه لارضاء الجماهير، خصوصا كمان ان المصري البورسعيدي بدا يعني يشتغل بشكل كويس، بدات تبقى نتائجه كويسه.
أولا صباح الخير، وطبعا إن شاء الله بإذن الله طبعا إحنا منتظرين كجمهور وكلاعبين وكمسؤولين وكل حاجة إن إحنا نادي الزمالك النهاردة يفوز بهذه المباراة. طبعا فريق المصري فريق مش مهين، وحسام حسن مش سهل، والمباراة النهاردة داخلين في ظروف صعبة شوية. يمكن الفترات اللي فاتت كانت يمكن في بعض الاستقرار بعض الشيء، لكن طبعا النهاردة داخل طريق يحيى يعني واخد المهمة بقاله يمكن ما كملش أكتر من شهر. طبعا الظروف اللي مقابلان طبعا في عدم استقرار برضو بعض الشيء للفريق، فطبعا بيأثر على معنويات اللاعبين، لكن أنا شايف إن شاء الله بإذن الله اللاعبة عندها كل الحماس إنها ممكن تخرج، لأن الزمالك قدر يحصل على البطولة دي أكثر من مرة في الفترة اللي فاتت، فعنده الاستعداد وعنده الخبرة إن هو ممكن يؤدي هذا. لكن طبعا برضه بنرجع ونقول مباريات الكأس دايما مباريات بتبقى صعبة، لأنها بتبقى ليها ظروف خاصة، ممكن تفوز بفريق ممكن يكون مكتمل أو فريق يكون جاهز وبيخسر في ظروف صعبة أو ظروف معينة. لكن طبعا احنا بنتمنى طبعا النهاردة ان يحاول طارق يحيى ياخد المباراة بشكل في تركيز اكتر، ما يتعاملوش، لان انت عارفين ان احنا حسام حسن هيتعامل مع هذه المباراة بشكل خاص طبعا، عايز يثبت طبعا وجوده. كابتن هشام، هل حضرتك متخوف من عدم تمكن الزمالك من الفوز، وخصوصا ان كان في تصريح لحضرتك انه في عدم استقرار اداري، وبالتالي ده كان بينعكس على اداء اللعيبه، فهل حضرتك قلقان شويه؟ اكيد طبعا، يعني كلنا نتمنى فوز ضد الزمالك صرف النظر عن اذا كان في اي نوع من انواع الظروف اللي بتقابلنا دلوقتي في نادي الزمالك، لكن احنا يهمنا في الاول وفي الاخير الفريق انه يفضل ماشي بمسيرته بعيد عن المهادرات او اي نوع من انواع الظروف اللي بنمر بيها النادي، لكن استقرار الفرقه ده يهمنا جدا، لان الزمالك السنه دي لم يحظى باي بطولة من البطولات، خسر في الدوري، خسر في بطولة أفريقيا، خسر في البطولة العربية، فما قدموش غير البطولة الأخرانية دي وهي الكأس، وطبعا نتمنى الفوز لنادي الزمالك صرف النظر عن أي حاجة تانية. يعني ده معناه إن إحنا احتمال نكون قدام مباراة قمة قادمة في حالة إن الأهلي والزمالك، لو الأهلي تأهل والزمالك، ممكن نكون في انتظار مباراة قمة أخيرة. وده برضو يخليني أسأل حضرتك عن مباراة الأهلي وسموحة وتشكيل الأهلي. عماد متعب هيتصدر القائمة زي ما سمعنا على حساب عمرو بركات. طبعا النادي الاهلي يمكن مستقر، وطبعا حصل، لكن طبعا التذبذب الموجود برضو في الكره المصريه، وانا بقول عليها تذبذب ليه؟ لان الضغط المعنوي اللي اللعيبه عايشاه بقالها فتره، لان احنا لما نيجي نبص للشكل الدوري والبطولات اللي اتلعبت في الفتره اللي فاتت ما ادتش نوع من انواع الراحه، انت بتطلع من البطوله تخش البطوله، تخش المنتخب تطلع من المنتخب تلاقي بطوله عربيه. التنظيم في عمليه اللعيبه بقت عندها حمل رهيب جامد جدا، وانها ما اخذتش اجازه او فتره راحه على الاستشفاء علشان يقدر اللعيب يرجع لاي بطوله او يشارك في اي حاجه يقدر يؤدي. النهارده اللعيب بقى حتى نبص نشوف الاداء المصري النهارده، لما بنخسر في البطوله العربيه كن الزمالك والاهلي بيتصدروا هذه الفرق دايما، تبص تلاقي النتائج بتاعتك يعني في فوز كبير جدا على زي والله احنا طبعا يا كابتن هشام في الاخر بنتمنى ان يعود التوازن مره اخرى بين قطبي الكره المصريه، الزمالك والاهلي، واحنا ان شاء الله هنتابع الماتشات والنتائج. وبنشكرك شكرا جزيلا. مشاهدينا اسمحوا لنا دلوقتي حصريا واكسكلوسيف على شاشه قناه تانو من خلال برنامج صباح الورد، هنشوف مع بعض صور حصريه للغواصه الالمانيه قبل تسليمها بدقائق، وده طبعا حصري لقناه تانو وبرنامج صباح الورد. هي دي الصور معانا،
زي ما حضراتكم شايفين العلم المصري مرفوع على الغواصة، وطبعا ده بعد إزاحة العلم الألماني إزانا ببدء تسليم الغواصة. خلونا نقول أن الغواصة دي تم الاتفاق عليها من شهر ديسمبر 2011، استغرق العمل فيها 57 شهر. وصولا ل 2015 تم تدشين الغواصة، طبعا طاقم من الخبراء المصريين، خبراء البحرية المصرية، بدأوا فعليا أن هم يتدربوا بشكل نظري عليها، والتدريب العملي أكيد هيكون من خلال الممارسة. وزي ما حضراتكم تابعتم في الاتصال الهاتفي اللي كان معانا من ألمانيا، أن الطاقم المصري قدر أن هو بشكل سريع جدا يحصل التكنولوجيا الألمانية. طبعا هنتكلم مع حضراتكم برضو بشكل مفصل، لأن هو ده حدث الساعة، نتكلم في حوار مفصل لينا بس بعد ما نطلع لفقرة الصحافة. دلوقتي بقى نروح عشان نتابع طبعا أخبار المرور في شوارع القاهرة، أخبار الزحمة إيه، وده هيكون مع تطبيق بيقولك الإلكتروني، ودي خدمة حصرية إحنا بنقدمها لحضراتكم عن طريق شاشة تانية. نبدأ من كوبري أكتوبر المتجه من مدينة نصر للمهندسين، معظمه مش بيتحرك ما عدا من مدينة نصر للعروبة مش بطال. وزي ما حضراتكم شايفين معانا كوبري أكتوبر من المهندسين لمدينة نصر معظمه بطيء جدا ما عدا من المهندسين للتحرير كويس. وإحنا بنأكد على أن الألوان اللي بنشوفها دلوقتي لما بتكون أحمر معناها أن الطريق متوقف تماما، أصفر يعني كثافة متوسطة، أما اللون البرتقاني أو الأورنج بيبقى يعني كثافة يعني أكتر من اللي هي يعني أقل شوية من أن الشارع يكون متوقف تماما، وكمان اللون الأخضر يعني الطريق سالك. نروح بقى مع حضراتكم لكوبري 15 مايو المتجه من المهندسين لوسط البلد، مش بيتحرك الحمد لله. الحمد لله. كوبري 15 مايو من وسط البلد للمهندسين معظمه ماشي ما عدا من وسط البلد لفندق الماريوت واقف، ده العادي يعني في الوقت. طيب نروح برضو لصلاح سالم من المطار للكورنيش، معظمه سالك ما عدا من المطار لبانوراما حرب أكتوبر واقف. صلاح سالم زي ما حضراتكم شايفين معانا من الكورنيش للمطار معظمه شغال ما عدا من حديقة الفسطاط للقلعة ما بيمشيش. المحور بقى من الشيخ زايد للمهندسين ماشي الحمد لله. المحور من المهندسين للشيخ زايد سالك. مشاهدينا هنروح دلوقتي لبيان بدرجات الحرارة المتوقعة، وده بعدها عشان بعدها هيكون في فاصل ونرجع لكم مع فقرة الصحافة وقراءة في عناوين الصحف. Thank you.
اهلا بحضراتكم من جديد. لقائنا دلوقتي مع فقره الصحافه وقراءه في عناوين الصحف الصادره صباح اليوم، اهم ما ركزت عليه النهارده. ضيفنا في الفقره دي هيكون الكاتب الصحفي والاعلامي محمد الدسوقي رشدي، رئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع. صباح الخير. صباح الورد عليك. صباح الورد يا محمد. صباح الخير. وقبل ما نبدا جولتنا تعالوا نشوف سريعا منشطات الصحف قالت ايه النهارده. اهلا بحضراتكم من جديد. خلونا نبدا على طول مع الخبر الاهم اللي اتكلمت عنه تقريبا كل صحف القاهره الصادره النهارده، وهو المراسم الخاصه بتسليم الغواصه الالمانيه للجانب المصري. بس هنتناوله من جريده الاهرام، واللي جه عنوانها بيقول اليوم رفع العلم المصري على الغواصه الالمانيه الثانيه. طبعا احنا بنتكلم عن تسليم الغواصه الثانيه من اربع اتفاقيه بتسليم اربع غواصات، تم تسليم واحده فعليا السنه اللي فاتت، والسنه دي احنا بنشوف المراسم بتاعت التسليم. ده بيضيف ايه لقوتنا البحريه المصريه؟ بصي، هو المزيكا كمان اضافت المزيكا بتاعت المزيكا حماسيه جدا. يعني داخلين على ابواب العدو. بصي، احنا استلمنا الغواصه الاولى وصلت مصر غالبا من شهرين ثلاثه، والحمد لله انا كنت من الناس المحظوظين اللي كنت في شرف استقبال الغواصه دي والطقم بتاعها. احنا عندنا اتفاقيه مع المانيا على اربع غواصات من هذا النوع، التراز 209. ده يعتبر هجومي. ده يعتبر هجومي، غواصه هجوميه. اه بالظبط، عندنا هي غواصه متعدده المهام. قتاليا وقدرتها على الابحار، من حيث قدرتها على الابحار ومن حيث عدد قدرتها. زي الفرقاطه الفرنسيه بالظبط. يعني احنا داخلين مرحله ثانيه. بس خلينا الاول نتكلم احنا ليه بنعمل كده، او مصر ليه بتعمل كده. واحده من اسخف الحاجات اللي موجوده في الدنيا دلوقتي انه يطلع اي حد يكلمك هو احنا ليه بنشتري سلاح جديد، وكانه بيتعامل مع امر شراء السلاح او اعاده التسليح وتطوير منظومه التسليح جوه الجيش المصري على انها نوع من انواع الرفاهيه. احنا مش محتاجين، يعني احنا رايحين نجيب، كانه بنتكلم عن احنا رايحين نجيب سندوتش زياده او اتنين عشان لو حد جعان. هي المساله مش كده، المساله انه احنا دوله، مصر دوله كبيره، مصر دولة كبيرة ومستقرة في منطقة الحقيقة سياسيا وعسكريا مضطربة ومرتبكة. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، مصر بتحاول تحمي حدودها في منطقة مضطربة زي ما بنقول. مصر عندها اكتشافات جديدة من حقول بترول. مصر بتواجه تحديات من أكتر من مكان ومن أكتر من دولة. جزء من مهامها هيكون قناة السويس. فبالتالي احنا النهاردة احنا القدرة بتاعت الغواصة دي 11 ميل بحري. فبالتالي انت لازم يكون عندك الأسلحة القادرة او القدرة الدفاعية والهجومية اللي تقدر تحمي ثرواتك البترولية في البحر الأبيض المتوسط وثرواتك البترولية في البحر الأحمر بخلاف
الطريق الملاحي بتاع قناة السويس بخلاف حدودك. فالنهاردة مصر تعاقدت مع ألمانيا على الأربع غواصات دول علشان يزودوا الطاقة بتاعة القوات البحرية المصرية، فتوصل القوات البحرية المصرية لمكانتها الطبيعية. ليه بقول مكانتها الطبيعية؟ مكانة القوات البحرية المصرية إن هي رائدة في الشرق الأوسط ورائدة في العالم كله. احنا بنتكلم عن القوات البحرية المصرية رقم 7، احنا كمان من اوائل الدول في العالم اللي كان عندنا اساطيل بحرية. احنا من اوائل الدول في العالم، مش بس بتكلم على العدد والعتاد كمان، لا احنا من اوائل الدول في العالم. ولكن افريقيا عندنا معارك بحرية نفخر بيها، نفخر بيها انه زمان باقل الامكانيات الممكنة قدر يبقى عندنا إيلات، ويبقى عندنا مش عارف كل المعارك البحرية، وقدر البحرية المصرية يكون عندها دور مشرف في 73 وفي معارك حرب الاستنزاف. فما بالك بقى ان هذا الجندي المصري بتاع القوات البحرية انه يملك ما يستحقه. بس هو السؤال، هل تاريخيا في فترة ما مصر تراجعت في ترتيبها البحري على مستوى الشرق الاوسط وافريقيا؟ لا، مفيش هي الاولى طول الوقت. حتى في موضوع القوات المسلحة احنا بنطلع لقدام بالظبط، ما بنرجعش لورا. خبرتك بقى مع القوات المسلحة، انت ليك تجربة في تغطية المواقع العسكرية واللي لمست فيها روح مختلفة جدا داخل المؤسسات العسكرية، منها تبت الشجرة كمثال. لازم تحكي لنا عن التجربة دي. بص، واحدة من أجمل الحاجات اللي حصلت في حياتي، احنا كان عندنا مشروع اسمه مقاتل مصري. احنا كون هدفنا من هذا المشروع كله واحنا بنقدمه تلفزيونيا حتى واحنا بنكتب عنه، ان احنا عاوزين نقول للناس ان احنا عندنا سلاح مش موجود عند اي حد في الدنيا. انتوا عندكم اسلحه وعندكم ذخيره وبتطوروا وبتجيبوا طيارات، احنا عندنا ده، بس احنا عندنا مهاو اهم اللي هو المقاتل المصري، الفرد المقاتل ده ازاي بيتم تدريبه وتاهيله، وازاي كمان عنده ما لا يملكه اي حد في الدنيا، اللي هي عقيده المقاتل المصري، اللي هي العقيده اللي بتربى عليها اي مجند في الجيش من اصغر مجند ما كملش 30 يوم او 45 يوم لحد اللي قعد 50 60 سنه. هي عقيدة واحدة، عقيدة متعلقة بالشرف، عقيدة متعلقة بالشجاعة، عقيدة متعلقة بالنزاهة. فبالتالي كان لازم نعيد للتقديم للناس القصص القديمة والقصص الحديثة. ده كان هدفنا من المقاتل المصري وقتها، من أول ما رحنا تبت الشجرة علشان نحاكي للناس ما حدث في هذا الموقع وقت الحرب العظيمة، حرب أكتوبر وحرب العبور. كان لازم الناس تعرف أنه الموضوع مش مجرد تبة بيتم الاستيلاء عليها أو أنه في معركة دارت هنا، لا، الناس كان لازم تعرف أنه في مجموعة من الأبطال قدروا أن هم يعبروا القناة، وبعد ما عبروا القناة يمشوا 8 كيلو في معارك طول الوقت مستمرة، ويعملوا معركة كبيرة جدا على تبة تسعات، ثم ينتقلوا من معركة تبة تسعات يروح على معركة تبة الشجرة، فيبقى موجود على هذه الأرض الآن الأفراد والضباط اللي كان ملازم وقتها واللي كان رائد وقتها، يقفوا في كل مكان ويحكوا عملوا هنا ايه علشان الناس تشوف البطولة، عملوا مين الزميل اللي استشهد هنا واستشهد ازاي. فأنا واحدة من اللي تخليك رافع راسك لفوق، وانا بكلمك بقى عن العقيدة القتالية بتاعت الجيش المصري، ان انا اشوف اللي هو محمد بدر اللي كان موجود، اللي كان وقتها لسه نقيب، حافظ اسماء العساكر بتوعه واحد واحد، أسماءهم الثلاثية بأسماء أهليهم بأمهاتهم. الإحساس بأن الأرض دي حقنا ده بيديلهم حماسة كمان الرجالة بتوعه. يعني هو بيحكي لي اللي هو محمد بدر، هو بيحكي عن اللي حصل في الحتة دي وإزاي دخلوا وإزاي اخترقوا الحصن ده، وهو بيقول له كان معانا ضابط تاني كان ملازم وقتها، قال له فاكر علي عبد مش عارف مين وفاكر مش عارف مين الواد ده بقى، ويحكي تفاصيل وعارف هو عارف. الطبيعي ان انت تحس ان الحياه العسكريه دي حياه جافه جدا، مع ان الموضوع حقيقي مش كده، ده مليانه قصص انسانيه ومليانه قصص هي يعني مش بس مساله القصص الانسانيه، حماسية هي مسألة جدا، هي مساله انه احنا عندنا جيش ليه عقيده تختلف تماما عن كل حاجه في الدنيا، لانها متعلقه بامور كتير جدا، متعلقه بالارض، متعلقه بالدين، متعلقه بفكره الدفاع عن الارض دي نفسها، متعلقه بفكره الشرف. فبالتالي انا كنت عاوز القصص دي تتقال، وطول الوقت لازم احنا نقولها علشان نرد على الحملة الممنهجة اللي شغالة بقى 3 سنين، اللي طول الوقت خلي بالكو العساكر الغلبانة والجنود اللي بيتم تجنيدهم إجباريا. لا، ده تحريض خفي، تحريض خفي على القادة. دي مؤامرة واضحة طبعًا. دي مؤامرة واضحة. فبالتالي لا يا حبيبي تعالى، ده من واحنا صغيرين، بس هو الفكره ان مفيش استجابه بصراحه للدعوه دي، ما بنشوفش ده خالص. بالعكس، احنا لما بنشوف بيت في حد بيتجند بنلاقي ان البيت كله مبسوط. بالظبط، انا بقى مش هستنى ان انا اشوف استجابه لاي دعوه. ده زي مثلا النهارده هنا دور الاعلام اعتقد. بالظبط، احنا بنعيش دلوقتي ذكرى رابعه، ذكرى فض رابعه، وبالتالي من بكره او من امبارح بدات بكائيات بقى ورابعه والدم انا بقى ما ينفعش استنى
لما اوصل لمرحله يوم 14 اغسطس والاقي الجزيره مفاجاني بثلاث اربع افلام وقنوات تركيه مفاجاني بست سبع افلام ونقعد بقى حاطين ايدينا على راسنا كان احنا علينا راسنا بقى. وهو ده غرض الاخوان. العالم المصري لازم يبدا من هذه اللحظه. ايوه احنا كمان في ذكرى رابعه هنفكركم ان ده كان اعتصام مسلح وهنفكركم ان كان اعتصام دموي وهنفكركم ان انتوا كنتوا بتحرضوا على الناس. الهدف من انه الاخوان يعملوا اعتصام مسلح زي رابعه هو خلق كربلاء جديد يعني. وكان انا بقى ما ينفعش اسيب احنا واحده من اكبر مشاكلنا في العالم المصري ان احنا طول الوقت رد فعل طول الوقت رد فعل بالزبط. احنا بننتظر يعملوا كذا يفبركوا فيلم بس الحمد لله خلينا نقول ان الجيش فنبدا نعمل احنا افلام خلينا نقول الحمد لله ان العقيده المصريه بتاعه الجيش مختلفه تماما هي عقيده الردع انا مش هستنى لغايه لما العدو يجي لي انا بقى اتمنى انا اتمنى انه وده اللي حاصل في موضوع البحريه انا اتمنى بقى ان الاعلام المصري بتاعنا يمتلك نفس عقيده الجيش في فكره انه انا ثقافتي اللي هيقرب من الارض دي اقطع رجله فبالتالي كمان اللي هيقرب من الارض دي بالنسبه للاعلام لازم تقطع رجله بالمعلومه وبالخبر الضربات الاستباقيه الاعلاميه انت شايف ان دي وجبه في الفتره دي وخصوصا ان في نقله نوعيه عامه في الارهاب في المنطقه بشكل عام في الشرق الاوسط وده بيتطلب انه برضو الاعلام يكون عنده نقله نوعيه تتناسب مع نفس قوه الحدث الاعلام مش لازم يكون رد فعل من اللحظه اللي احنا فيها دي بمعنى احنا عارفين كويس جدا ان الاخوان هيلطموا في ذكرى فضربه طبعا وعارفين كويس جدا ان المنظمات الدوليه هتبدا تساعد الاخوان بتقارير على انه حصل وحصل 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 لان ما بقاش في منافذ الاخوان يدخلوا منها تاني غير استعاده وعمليه الاستدرار العاطفي بتاعه الذكريات بتاعه الدم ودي اللي بيعملوه من ايام عبد الناصر حتى هذه اللحظه فبالتالي انا لازم اكون جاهز هنا انا كمان انا لازم اكون برد بقوه بفكر الناس واقول لهم لا ادي الفيديوهات اللي بتقول ان كان اعتصام محرض بفكر الناس واقول لهم دول كذابين كذابين ازاي يا عم هقول لك فضلوا سنين طويله جدا يقول لك الست لازم تلبس الحجاب والست تقعد في بيتها وحينما احتاجوا الى المراه في اعتصام رابعه كانوا بيحطوها في قلب الصفوف يعني مش حرام دلوقتي الاختلاط بس على فكره ده كان بيتعمل يعني في مسلسل الجماعه لو تفتكر الكاتب العبقري وحيد حامد اشار لنقطه النساء اللي بيحطوهم في المقدمه دي من زمان صحيح. يعني ده التكنيك بتاعهم صحيح. الاول بس احنا انا مش مستني كمان وحيد حامد علشان نعمل الجماعه او الدراما لا انت بتفكر الجيل الجديد بالظبط الجيل الجديد ما يعرفش ده انت تحطم بدري هذه احنا الخصفية. عايزين كمان ننوه ان احنا فعلا معنا خبر عن الأزرع المسلحة لجماعة الإخوان في واحد من الأخبار اللي هنتناولها النهاردة بس خلينا نروح مع حضرتك للخبر التاني اللي معنا النهاردة ننتقل للمصري اليوم وتحت عنوان اجتماع رئاسي لبحث تحسين الرعاية الصحية وإنشاء مستشفيات جديدة حقيقة كان اجتماع امبارح كان اجتماع كبير بيضم السيد الرئيس مع رئيس الوزراء وأعتقد كان وزير الدفاع وزير الداخلية وزير الصحة وزير الطيران المدني كان اجتماع موسع وكان فيه طلع عنه مجموعة من القرارات الهامة طيب بص واحدة من الحاجات الملحوظة في الفترة الأخيرة أنه الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي تحديدا بيخوضوا في الأمور ملفات يعني احنا بقالنا فترة ما كانش حد يسمع أي حاجة عن فكرة الصحة فالنهاردة واضح أنه الدولة بتاخد قرارها ناحية الملف الأهم بالنسبة للمصريين اللي هو الصحة بعد ما تاخد القرار الاهم بالنسبه لملف التعليم بتولي راجل محترم جدا زي الدكتور طارق شوقي بخطط واضحه جدا شايفين وزير واقف قدامنا بيقول لنا 1 2 3 4 المعاونين بتوعي كذا خطتنا الخمس سنين الجايه كذا او خطتنا للسنين الجايه هتبقى بالشكل الفلاني الفلاني وهنتكلم مع الناس وهنصلح في حال التعليم بهذا المنهج فبالتالي بقت الناس عندها اطمئنان الى حد ما فيما يخص ملف التعليم دلوقتي جه الدور على ملف الصحه وده واحد من اهم الملفات اللي بتمس اي مواطن مصري صحيح احنا قدرنا نحقق فيه طفره كبيره جدا وانجاز ما بعده انجاز وده بقى الانجاز اللي هو ما ينفعش يتغطى ان انا اخوض هذه المعركه كدوله ضد فيروس سي واقدر انتصر على مرض كاد ان هو يجيب اجل المصريين زي لكن في اخفاقات حصلت فين؟ مؤخرا هنتكلم عنها فين؟ في موضوع علاج فيروس سي هنتكلم عنها برضه ده عنوان اي رتوش حوالين موضوع فيروس سي اي رتوش حوالين موضوع فيروس سي هتظل مجرد هفوات وثغرات عادي جدا واخطاء يمكن التعامل معها والتحقيق فيها لكن قصاد ان انا اوصل لمرحله الطوابير والوجع والالم اللي كان بيعيشه ملايين المصريين لا هنا لازم نقف بقى خطوتين طيب محمد غلط بقى موظف غلطت الصحه في استراتيجيه صغيره لا نقف ونواجه طبعا عايزين ننتقل بقى لملف التأمين الصحي ولو اتكلمنا عن نموذج أمريكا وكولومبيا لأن هما من أرقى البلاد في نظام التأمين الصحي
ليه احنا ما بنطبقش ده في مصر؟ يعني ليه احنا ما بنستفدش بالتجربه دي ويبقى في محاكاه ليها؟ هل بيكون طبيعه الشعوب بتختلف، ولا طبيعه البلد بتمنعك من ان انت يبقى في محاكاه لهذا النموذج الكولومبي والامريكي في ملف التامين الصحي؟ الموضوع باختصار متعلق باحنا بنسمع بقالنا قد ايه على التامين الصحي. احنا كل سنه مع كل وزير مع كل مسؤول جديد لا هنطبق التجربه الهنديه، لا هنتكلم عن النموذج البوليتيكي، هنتكلم على مش عارف ايه، لا نعملها كذا. احنا ما بنعديش ست شهور الا اذا كان عندنا خطه جديده للتامين الصحي، او عندنا خناقه جديده في التامين الصحي، او عندنا مصيبه جديده في التامين الصحي، مش عارفين احنا عاوزين ايه من التامين الصحي. حتى هذه اللحظه في منظومه جديده بيتم تطبيقها دلوقتي او بيتم مناقشتها دلوقتي سواء جوه البرلمان، واعتقد دوره الانعقاد الثالثه او دور الانعقاد الثالث هيناقش موضوع التامين الصحي. اتمنى ان هي تكون الشكل النهائي، حتى لو الشكل ده فيه بعض الثغرات او القصور، لكن احنا حتى مش قادرين نحدد الفئات اللي هتخش تحت مظله التامين الصحي. احنا ممكن نكمل اخبارنا لان هي ليها علاقه برضو بنفس الملف بتاع المستشفيات. فعلا خبرين ليهم علاقه ببعض. الاول من جريده الوطن واللي لسه متابعه ملف مهم هو مستشفيات مصر، وصلت فيه للحلقه 13 واللي فيه بتتكلم عن مستشفيات محافظه البحيره. العنوان جه مستشفيات البحيره انقطاع دائم للكهرباء واقسام الاشعه لا تعمل والجميع يسيء لل المرضى. طبعا في ظل المنظومه دي لازم كله هيسيء للمرضى. عارفه لما تيجي تسالي الناس، احنا من انا من دمياط مثلا، وناس زمايلنا من اللي بيشتغلوا في الصحافه والاعلام هتلاقيهم من محافظات مختلفه، من تساليهم هتلاقي التعليقات على المستشفيات الحكوميه كالاتي لا تخلو من والله احنا عندنا مستشفى مبناها حلو قوي ومليانه اجهزه بالظبط، بس مفيش حد بيشغلها. ايوه. نمره اتنين، احنا عندنا مستشفى متدمره تماما بس فيها دكتور مخلص جدا مدورها زي الكتاب ما بيقول، عكس عكس، او مش قادر يلاحق لان مفيش امكانيات، فيها اوض مقفوله ما نعرفش فيها ايه. ونجي نبص على المستشفيات دي نلاقي فيها فعلا غرف اشعه مثلا زي مستشفيات في طنطا، في مستشفيات ست سبع محافظات تم افتتاحها وما تمش استخدامها خالص. اذا المشكله هنا عندنا في ايه؟ المشكله مش بس في الامكانيات، المشكله في التنظيم، الاداره، المشكله في الاداره نفسها، المشكله كمان في الضمير. دي مسألة مهمة جدا، دي مسألة جدا مهمة جدا، دي من الحاجات اللي هنتكلم فيها برضه. واحد معك. من الناس اشوف مدير مستشفى حكومي الاقيه ماشي المستشفى على العجين ما لخبطوش زي ما بيقولوا، بضمير، باحترام، بمعاملة، بنظافة، في كل حاجة في الدنيا. بينما في مستشفيات تانية مفيش فيها، ما هو احنا برضه ما ينفعش نسيب الدنيا لكل واحد وضميره. بالظبط. لا يعني يعني لازم يكون في قانون ورقابة مشددة إلى أن حتى احنا نتعود أن علينا رقابة فنبقى عندنا ضمير. فبالتالي خليني من هنا كمان ان احنا لازم نحيي زمايلنا في الوطن عشان الحمله دي مهمه جدا عشان تكشف فساد المستشفيات. صح. بجانب كمان كل التحيه للناس الموجودين في الرقابه الاداريه، لان احنا على مدار الست شهور اللي فاتوا حملاتهم ما بتنتهيش طبعا على المستشفيات اللي موجوده في الكفور والنجوع والقرى الصغيره، وده مهم جدا. في خبر كمان تاني من الوطن على سيره برضو جريده الوطن، واحنا بنوجه التحيه للعاملين فيها، وتحت عنوان الصيادله، برضو هو مرتبط تاني بالملف الطبي. والصيادله تقاضي الصحه لطرحها دواء فيروس سي منتهي الصلاحية، والوزارة ليها تصريح أو بترد وبتقول أنباء مضللة. القارئ أو بس هو يعني موضوع فني جدا الحقيقة. موضوع فني جدا، حتى صعب علينا قبل ما يكون صعب على أي قارئ في الدنيا. هي الـ احنا قدام دلوقتي جهتين، جهة نقابة الصيادلة بتقول للناس أنه الدواء ده منتهي الصلاحية وتم مد فترة صلاحيته. الوزارة بتقول لا، ده أمر معمول بيه عالميا، وإن احنا خدنا خلاص التقرير الفني من الشركة العالمية وبتقول لنا إنه نقدر نمد فترة صلاحيته، وده بيحصل في عدد كتير جدا من الأدوية. بس هو السؤال، هو مين صاحب القرار؟ مين صاحب القرار في إن احنا نستورد دواء؟ ما أقول لحضرتك على كذا حيثية في الموضوع، مين اللي قال ان احنا نستورد دواء يكلفنا 60 مليون جنيه مع ان احنا بننتجه محليا ب 3 مليون؟ مين اللي قال ان احنا نستورد دواء صلاحيته او شاكت على الانتهاء والتاريخ موجود ومعمول بيه؟ وبعدين فكره ان هو موجود من قبل كده، هم عاوزين يمدوا فكره استخدامه علشان يفيد اكبر عدد ممكن. هي الفكره بس هنا، بس انا بقول لحضرتك على حاجه، هم بداوا يصرفوا 6 علب ادويه مكان 3 علشان يخلصوا من الكميه اللي موجوده. هي الفكره هنا، انا ما عنديش مشكله يصرف 3 ولا يصرف يقلل يوديه التامين الصحي، مش هي دي مشكلتي دلوقتي. انا مشكلتي اعرف الدواء ده هيضر صحه البني ادم ولا لا،
وهي دي النقطة الفنية لوزارة الصحة. ده لازم ده محتاج توضح اختبارات معملية، ده لازم الدواء يقعد. وزارة الناس في نقابة الصيادلة بيقولوا انه لا، وزارة الصحة لما بعتت جابت التقرير الفني جابته على اسم دواء تاني، فوزارة الصحة مطالبة ان هي ترد على النقطة دي تحديدا لانها في غاية الخطورة. هي ردت بالفعل بتقول ان هي معلومة مضللة. مضللة. انت عايز تفصيل مضللة. اكتر وقال التبرير ردت عليه الصيادلة بانه لا، التبرير بتاع الصحة ينطبق على نوع دواء تاني. طب كان ايه الدواء. كان ايه التبرير؟ فوزارة انه احنا رحنا جبنا تقرير فني على منتج دوائي معين صلاحيته اطول، عشان كده ده تبرير اللي احنا بنستورد. الصيادلة بيقولوا لا، ده انتوا جايبين على منتج دوائي تاني. وزارة الصحة بتقول انتوا مش عارفين حاجة فنيا، الاثنين الدواء دول هم نفس المنتج الدوائي لكن الصدام الفني بعلامة تجارية مختلفة. طب انا عايز اسال، بس هو كان موجود في المخازن لمدة سنتين، طب احنا 24 شهر سايبينه ناسيينهم لحد دلوقتي؟ مش مسألة سايبينهم ولا ايه؟ مش مسألة ناسيينهم، مسألة ان مسألة فيها جزء فني فعلا صعب. هل اللي هيجاوب على كل ده، هل هم منتج دواء واحد باسمين تجاريين، فبالتالي الترخيص او الورق بتاع وزاره الصحه يبقى سليم وتمام مفيش طيب مشكله؟ طيب محمد دلوقتي ولا زي ما بيقولوا الصيادله لا، هم منتجين مختلفين. هذا الجدل الفني، انت بتتكلم في حاجه متخصصه جدا وفنيه جدا. بالظبط. انا الجدل الفني كقارئ الصحافه بتبقى وتعرض ده ليه؟ هذا الجدل الفني يحسمه لا، الصحافه هنا مطالبه ان هي تحط ده قدام الراي العام، لانه ما هو الراي العام ما يفهمش في الفنيات دي. هي هتلاقي مشروح في الخبر او هتلاقي مشروح في التحليل بشكل كويس على ما اعتقد او على ما اتمنى الحقيقه. طب انت مش شايف ان الصحافه، انت مش شايف انت كصحفي لازم برضو تحسب وعي الجموع؟ انت خطاب، اما بيبقى في خطاب عام للجموع غير لما بخاطب برضو حد ليه مستوى. انا مش هاجي في الصحافه اقول له اصل الماده الفعاله نسبتها كذا او كذا، انا يهمني ان توصل للناس المعلومه الرئيسيه، هل الدواء ده صالح ولا مش صالح، فبالتالي لازم احط قدامه رد الاثنين، الاتهام والرد بتاعه. لكن اخطر ما في الموضوع في الخناقه اللي دايره ما بين نقابه الصيادله وما بين وزاره الصحه ان احنا نكتشف كلنا انه المسؤولين عن المنظومه الدوائيه جوه وزاره الصحه مفيش ولا صيدلي. حتى الصيدلي الوحيد اللي كان موجود، فيه المسؤول عن قطاع الصيدله في وزاره الصحه. لا، بتكلم على اللجنه بتاعه التسعير ومتابعه الادويه مش عارف ايه، كان فيها عضو من نقابه الصيادله وتم استبعاده لانه اعترض على منظومه التسعير. فاعتقد انه في حرب تكسير عظام من تحت لتحت ما بين نقابه الصيادله. طب المهم القارئ دلوقتي يطمن للدواء ده ولا يبقى هو منتج صلاحي؟ يعني على حسب الرد الفني بتاع وزاره الصحه. وزاره الصحه بتقول ان ده منتج دوائي ليه اسمين تجاريين، فبالتالي احنا جايبين ما يثبت علميا انه المد ده طبيعي. الفكره كمان انه نقابه الصيادله بيعترضوا على حته صغيره كمان، انه ما كانش ينفع تغير على نفس العلبه. انت لازم يشطب القديم، يشطب القديم ويكتب التاريخ الجديد. يمر 30 شهر مش 19 طيب شهر. طيب احنا دلوقتي لما بنتكلم عن سياحه علاجيه وبنتكلم ان احنا بنعالج فيروس سي في مصر، وان اي حد حابب يتعالج في مصر يكون اوفر بكتير جدا من اي مكان تاني بره، وفي نفس الوقت كمان من ناحيه يخلي بقى اللي حصل ده تهريج. طب المشهد ده شايفه ازاي؟ يخليه تهريج. المسرحيه دي ازاي؟ يخليه عبث. واحنا دفعنا وانت عارف ان احنا دفعنا مليارات في الدعايه لحاجه زي كده. ان انا اوصل لمرحله ده عبث. ان انا الناس في وزاره الصحه لازم حد يكون واقفه مع وزاره الصحه. ان انا زي ما بقول فاتح الباب عشان الساحه العلاجيه، وبعدين ايه ده الناس تقرا عندي اخبار ان احنا عندنا ادويه منتهيه الصلاحيه؟ طب ليه؟ انا مش عاوز بس اجي الاخر على وزاره الصحه، لكن انا كنت اتمنى ان في امر مهم زي ده الاقي وزير الصحه طالع على كل التلفزيونات في مؤتمر صحفي كبير يوضح بالورقه والقلم بداية شو قدام الناس يقول لهم كذا وكذا. انا عايز اسال سؤال، احنا لحد امتى يعني؟ انت يمكن مش اول ضيف وصحفي متخصص يعني تتكلم في الجزئيه بتاعت المؤتمرات الصحفيه والشفافيه، وان المسؤول لازم يطلع مش يوضح. مش عاوز اتكلم على الشفافيه عشان الناس زهقت من الموضوع ده. يعني بس في مشكله كبيره، اطلع اوضح عشان يازم في تواصل، ما فيش دايما في حاله مفقوده عشان تسكت. مش احنا كنا بنقول دلوقتي لازم نعمل ضربات طبقيه بالزبط. والعقيده القتاليه في الجيش المصري بدل ما احنا سايبين الموضوع للصحافه تنقل شويه تصريحات من هنا وشويه تصريحات من هنا. اقفل. طيب نروح بقى بصوا يا جماعه، اخطر حاجه في الدنيا انك تسيب مساحات فراغ. طبعا تسيب مساحات اي حاجه تدخل فيها على طول، اي حد يدخل فيها اي حد يزيد في الزيت طبعا. تسيب مساحه فراغ، تسيب مساحه الفيران على طول. ايوه. طيب احنا نروح بقى لروز اليوسف ونشوف خبر تحت عنوان كبراء بيقولوا يعني لواء الثوره وحسم الوجه الخفي لجماعه الاخوان. طيب حسم متخصصة في مواجهة الشرطة، هم عاملين تخصصات يعني هم عندهم أزرع عسكرية متخصصين حسم تواجه الشرطة ولواء الثورة للكمائن العسكرية.
ازاي احنا ممكن نعرض الكلام ده بحيث ان لما نيجي نتكلم عن ان النهارده ذكرى رابعه او الايام دي بتمر ذكرى رابعه وان هم يطلعوا ويقولوا حصل فينا كذا وكذا وكذا، ان احنا بالدلائل وبالوثائق اهو لا في عمليات تخريبيه حقيقيه، في تخصصات، في اذرع مسلحه بتعمل ضد الدوله. انا يا جماعه بستغرب، احنا المشكله مش عندهم هم خالص، مشكله عندنا احنا. احنا بنتكسف يعني احنا ساعات بنحس ان الناس بتطلع تتكلم عن موضوع الاخوان ده هم يعني لا اصل خلاص ما الاخوان راحوا بقى ما تتكلمش عنهم، مفيش حاجه اسمها الاخوان راحوا. احنا بنتكلم على فكره لازم تفضل تتحارب لحد اخر نفس. بتكلم على ان واحد يجي يقول لك وانا مين قال لي انه حسم تبع الاخوان؟ هم عشان هم اعلنوا. انا رايي ان اي حد يقول لك مين قال لي حسم تبع الاخوان بضهر ايدك واديله في وشه، بضهر ايدك واديله في وشه على طول. هي ما لهاش حل تاني. لما تكون قدامي كل الدلائل العينيه انه بطلع على ابص على كل قنوات الاخوان الاقي حاله احتفاء مبالغ بيه بحسم، الاقي حاله انتشاء باي عمليه بيعملوها، الاقي وصف ان هم صوار، الاقي وصف ان هم كذا. هل الموضوع كمان ممكن يبقى ابعد من كده ان هم عايزين يستقطبوا داعش ان هم يعملوا عمليات في سيناء؟ يعني هل الموضوع لان انا الحقيقه قريت تحليلات يعني كتيره جدا لموقف يعني يبقى في تواجد لداعش فعلي، يبقى في شكل من اشكال التعاون موجود في سيناء ما بين حسم او لواء الثوره؟ برضو دي واحده من الحاجات اللي لازم نحسبها من بدري، انه الاخوان على داعش احنا بنتكلم في سلسله واحده متصله، خط فكري الحلقات. واحد ممكن يكونوا مختلفين فكريا، ممكن يكونوا مختلفين عقائديا، ممكن يكون ما بينهم مصانع الحداد زي ما بيقولوا، لكن بنتكلم على سلسله واحده حلقاتها متصله فيما يخص الهدف من النيل من الدوله دي. فبالتالي حتى بعض العمليات اللي حصلت من داعش او انصار سيناء لما كانوا موجودين بعض العمليات جوه المحافظات او غيره، احنا لازم نعرف ان الخيوط المترابطه كلها ببعض، انه لا في عناصر من الإخوان لما اختلفت على فكرة السلمية والثورية والعنف انضمت إلى داعش أو بدأت تساعد داعش. الفكرة كلها هنا، أنا ما يهمنيش المسميات، أنا يهمني أن الناس تبقى عارفة كويس جدا أنه هذه المنظومة الإرهابية الفكرية كلها عاملة كده، من أول الإخوان للجماعة الإسلامية لداعش أو حربة المقدس وغيرها من المسميات اللي بيشكلوا، أو بعض السلفيين عشان ما أكون أكثر دقة، بعض السلفيين بيشكلوا خلايا نايمة بمعنى أنه هو أنت في الآخر راجل أنت في الآخر شايف أنه حلال حد يموت. بص أنت في الآخر اختصرت مقولة السادات العبقرية لما قال كلهم حاجة واحدة من الآخر، هو قال كلهم حاجة واحدة، ولكن مع مرور السنين تم حاجة شبه مصالحة وطنية معاهم. بص كلهم حاجة واحدة، خليكوا في الحتة الدعوية بالظبط، في الحتة الدعوية هيبتدي خليكوا في الجانب الدعوي، هم ابتدوا سوري في الكلمة يعني يستعبطوا ويعملوا ان هم بتوع جماعات خيرية ومش، انما في الآخر المنهجية بتاعت حسن البنا واحدة اللي هو التنظيم السري المسلح لا زال موجود. كل يهمني انه الاعلام في مصر ووزاره الثقافه في مصر وكل المسؤول عن العقل في مصر يتعامل مع موضوع الاخوان بجديه. بمعنى ايه بجديه؟ معنى ان انا هدفي الاساسي ان انا اكشف التنظيم الارهابي ده، اكشفه بافكاره بتناقضاته باكاذيبه. ما يكفيش ابدا الكلام العام بتاعنا، ما يكفيش مثلا ان انا ابقى مبسوط انه الوزير بيطلع يقول ان هم الاخوان الارهابيين، خلاص الكلمه دي بقت مسخه. انا لازم اقول ارهابيين عشان كذا وكذا وكذا، لازم اقول ارهابيين عشان سيد قطب قال كذا، لازم اقول ارهابيين عشان عملوا في حسن بنا كذا او حسن بنا قال كذا. لا طب ممكن الرد ان هو يتقال، ممكن الرد يتقال لا بس هم دلوقتي عايزين يشاركوا في السياسه، بس دلوقتي منهجهم مختلف. صلى على رسول الله بالبلدي كده. هيقول لك كذا، هقول له تعالى يا حبيبي تعالى، انا في 2012 لما الاخوان كانوا مسيطرين على البرلمان، محمود غزلان لما مات ناس في مجلس الوزراء وفي محمد محمود قال لك ندوهم الديه مش تبعنا. ده راجل بيفكر بالمنطق ده. انا لما الاخوان طبعا كل ده لازم قال لك بطلوا ارهاب، لا والله احنا عندنا يا جماعه نموذج الاخوان لما الناس اعترضت عليهم وراحوا وقفوا قدام الاتحاديه ذبحوهم وسلخوهم وكانوا عاوزين يذبحوهم. انا لما الاخوان قالوا سلميه ومش سلميه اترد عليهم من جوه شباب الاخوان ببيانات بتقول لا ده النبي محمد ما كانش بتاع رحمه، ده النبي محمد قال اقتلوهم لو طب هنا الدوله ازاي تواجه التنظيمات المسلحه دي؟ يعني شكل المواجهه يكون ازاي لما في تنظيمات يعني كما لو كانت ميليشيات مسلحة هدفها هي مواجهة القوات المسلحة المصرية وهدفها مواجهة الشرطة المصرية؟ واحدة من أصعب الحروب اللي ممكن تاخدها أي دول هي الحرب اللي مصر بتاخدها اللي هي حرب الفيران دي. احنا بنحارب فيران، فبالتالي خلينا بس نشير ان مصر بتحاربها من 85 سنة بالظبط. انا يعني هم حتى نزلوا تحت الارض وبنوا نفسهم تاني، مش هنظموا صفوفهم تاني. لان لو بنتكلم امنيا على مدار الثلاث سنين اللي فاتوا امنيا احنا نجحنا بحد كبير جدا ان احنا نوصل
العمليات الارهابيه الاخيره ان بقت عمليات غدر. فطالما وصلت لفكره عمليات الغدر معناها ان الناس دي الخناق ضايق عليها بشكل مش عارفين يتصرفوا فيه، فبتوصل بقى تجري ورا عسكري عشان تغتاله او غيره. لكن انا بتكلم هنا على الناس اللي ناقصهم حاجات كتير قوي. بتكلم على الاعلام، بتكلم على وزاره الثقافه، بتكلم على المسارح، بتكلم على السينما، بتكلم على الدراما. أيه. هل تصدق ان دوله كانت بتحارب الارهاب وبتحارب افكار متطرفه وعندها بتاع 43 مسلسل في رمضان اللي فات مفيش منهم ولا مسلسل الا مسلسل واحد وده كان بادئ من زمان اللي هو الجماعه فمش هحسبه، انا اسف مش هحسبه. مفيش عندها ولا مسلسل ضد فكره التطرف. بس فكره التجاهل ايه؟ يعني مش فكره التجاهل لا خلينا نكون صراحه، ما كانش عندهم ولا مسلسل لمواجهه التطرف. هو احنا في التسعينات مصحين في نص التسعينات على ان اسامه انور عكاشه ومحفوظ عبد الرحمن وكل كبار المخرجين في مصر نزلوا علينا بالعائله والمش عارف ثلاث اربع مسلسلات او خمس مسلسلات ضد فكره التطرف وان الارهاب بيفكك الاسره وان 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 اذا ده في سينما. يعني الزعيم عادل امام يمكن من اقوى من المهم التناول. يعني المهم طريقه التناول، لان ساعات لما بتبقى عايز تبعث برسائل معينه الناس بتحس ان هي رسائل مباشره فبتنفر منها. لا محدش قدر انه ينفر المصريين من الارهاب والافكار المطرفه اكتر من اللي عمله اسامه انور عكاشه واكتر من اللي عمله وحيد حامد. الارهاب والتطرف ان انا افقد السلاح ده معناها ان انا عندي ناس في السينما وعندي ناس في التلفزيون بيروحوا يقولوا للجيش والشرطه يعني روحوا حاربوا انتوا واحنا قاعدين مستنيين. طيب يعني انت الخلاصه عايز تقول ان هي حرب يجب مواجهتها بالتوازي امنيا وفكريا والقوى الناعمه. صحيح القوى الناعمه وفكريا دي مش بس معناها الخطيب بتاع الجيش. فكريا دي جزئيه مهمه جدا. وزير الثقافه لو ما عملش مسارح وعملش مسرح يبقى الدنيا ناقصه. انا عايز اتكلم عن الجانب الفكري وقبول الاخر خصوصا في المجال الرياضي، موضوع من جريده الشروق بعد المهزلة اللي حصلت الحقيقه في مباراه الفيصلي الاردني. العنوان بيقول عقوبات كبيره تنتظر الفيصلي الاردني بعد مهزله نهائي البطوله العربيه. فكره برضو عدم تقبل الاخر، عدم تقبل الهزيمه. بتفتكر يعني اولا شفت اللي حصل في الماتش ده ازاي والعقوبات ممكن توصل ايه؟ ممكن توصل للشطب ولا ده محتاج ان يبقى فيه موافقه من الاتحاد الاسيوي مثلا؟ العقوبات اللي موجوده في اللائحه كلها عقوبات غرامات وغرامات ماليه. لكن غرامات ماليه شايفها كويسه؟ يعني 1500 دولار بالنسبه للاعيب. 1500 دولار بالنسبه للاعب ايه؟ فمع مع ابلاغ الاتحاد الدولي والاتحاد الاسيوي انه ممكن اللاعب ده يتشطب. لكن 1500 دولار هم ست سبع لعيبه اشتركوا، يعني هيبقى فيه رقم، هيبقى رقم كويس. بس تعدوا على الحكم. الفكره كلها هنا انه خلينا يعني ناخدها ثلاث اجزاء. الجزء الاول اللي حصل ده جريمه رياضيه اخلاقيه بكل المعاني والصور. وده يبين لك قد ايه احنا عندنا جمهور محترم ولاعيبه محترمه، لان الاهلي في ماتش الفيصلي مثلا كان عنده ضربات جزاء وكان عنده اخطاء تحكيميه ومع ذلك ما حدش من لعيب الاهلي اعترض مع انه الوضع كان صعب بالنسبه له. ده نمره واحد. نمره اثنين، انا اسعد انسان في الدنيا ان الازمه دي لسه بنتعامل معاها رياضيا. اسعد انسان في الدنيا انه محدش نجر فكره انه الاردنيين وان المصريين عشان تعلمنا كويس جدا من اللي حصل ما بين مصر والجزائر. طب هل معنى كلامك ده، معلش نتوقف عند النقطه دي قبل ما تدخل على النقطه الثالثه، هل معنى كلامك ان استغاثه الحكم المصري برئيس الجمهوريه هي تعتبر تسييس للقضيه الرياضيه؟ استغاثته فين؟ ان هو بيطلب تدخل رئيس الجمهوريه. واحد من اجمل الحاجات اللي عملها ابراهيم نور الدين حتى لو كنا مختلفين معاه ان هو كمل الماتش. لان ابراهيم نور الدين كان يقدر يلغي الماتش فبالتالي يوصل لمرحله اعلى من الخناقه. بس هو طلب من الرئيس انه ياخد حقه بعد الاعتداء. ان انا اطلب من رئيس الجمهوريه او الناس في القياده السياسيه ان انا اخد حقي تمام، لان هنا الوضع وصل ان في اداري اعتدى عليك، ان في رئيس نادي بيقول عليك كلام، فهنا ماشي ان هو التعامل مع انه رئيس الدوله هو الاب ورئيس الدوله هو الكبير. يعني ما تحتسبش تسييس. مش ما اقدرش احسبها كده خصوصا انه وزاره الشباب والحكومه الاردنيه قدمت اعتذار عن اللي حصل لوزير الشباب. ده كان موقف محترم الحقيقه منهم. ده والمفروض ان الفيصلي الاردني اتمنع من المشاركه في البطوله العربيه من خمس سنوات. القرارات هتطلع كده. انا كمان مبسوط جدا وسعيد جدا بموقف الصحافه الاردنيه لانه تعاملوا مع موضوع في الحيز الطبيعي. حتى ما شفتش تقرير مثلا اهان ابراهيم نور الدين، هو كل الكلام عن اخطاء تحكيميه. لكن اللي حصل هيبقى جريمه. واللي حصل اكتر نرجع بقى للاساس خالص، انه دي الغلطه الكبيره من الهيئه المنظمه للبطوله العربيه، لانه كل الناس كانت بتشتكي التحكيم من اول البطوله، فنرجع هنلاقي انه المنظمين في البطوله العربيه غفلوا ان هم يختاروا الحكام وسابوا اختيار الحكام للدول. فالدول بعتت تمام اي حكم. لكن
اذا ما حصلش لا بس ابراهيم نور الدين ده حكم دولي للفيصل ده مش بغض النظر انا بتكلم على منظومه التحكيم لان ربما اللي حصل في النهائي ده يكون تراكم من اخطاء التحكيم على مدار البطوله ربما يكون شخصيات الحكام الضعيفه اللي ظهرت في الماتشات خيالت للاعب الاردني ان هم يقدروا يرهبوا ابراهيم نور الدين فلما ما حصلش بداوا يعتادوا عليه فبالتالي العقاب هنا لازم يكون رادع علشان حق ابراهيم نور الدين كبني ادم وحقه كحكم وعلشان صوره البلد دي كمان. تمام احنا عموما منتظرين القرارات وبنشكرك محمد الدسوقي رشدي رئيس التحرير التنفيذي باليوم السابع شكرا. العفو. نشكرك شكرا جزيلا وصباح الورد عليك وفاصل ونرجع لحضراتكم مره ثانيه استنونا. بنرحب بيكم مشاهدينا من جديد مره تانية ولسه متواصلين معاكم وبنتكلم عن الحدث الابرز اللي اليوم وهو استلام مصر الغواصه الثانيه من المانيا وقد ايه ده بيساهم في تعزيز قدره مصر العسكريه بحريا. زي ما قلنا ان دي الغواصه الثانيه من ضمن اربع غواصات قبل كده كان في فرقاطه من فرنسا وده بيبين ان في فعلا اهتمام كبير بتعزيز قدراتنا البحريه واللي خلاها تبقى رقم واحد في الشرق الاوسط. هنتعرف اكتر على الموضوع ده مع ضيفنا اللي منورنا النهارده القبطان صالح جلال حجازي الخبير البحري. صباح الورد عليك. اهلا بحضرتك. صباح الورد واهلا بحضرتك. ويمكن بقالنا حوالي سنتين او ثلاثه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة وهو مهتم بالنقلة النوعية في السلاح العسكري بشكل عام ويبقى فيه تنوع لمصادر السلاح بشكل عام. بتقرأ إزاي تعزيز هذا الحدث اليوم؟ طبعا زي ما حضرتك قلتي هو واضح جدا مدى إدراك القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة على أهمية وجود جيش قوي لمصر بكل افرعه الاربعه مش البحريه بس، القوات البريه والقوات البحريه والقوات الجويه وقوات الدفاع الجوي وكل ما يتطلبهم من تشكيلات. نيجي للقوات البحريه بالتحديد. النظره الاستراتيجيه والنظره العميقه الواعيه للقياده في عصر الرئيس السيسي ادركت تماما ان انا حدودي البحريه مش مجرد المياه الاقليميه ال 12 ميل اللي كان معتاد عليها الامر قبل 24 ميل بتوع المياه المضخمه وبتاع، ولكن نظرا كمان لان احنا في شيء جديد جد علينا في هذه السنين اللي فاتت وهو تعيين الحدود البحريه التي اعطت مصر مياه اقتصاديه فاصبح المجال البحري للقوات البحريه تعدى هذا الكلام لحدود المياه الاقتصاديه. احنا بنتكلم عن الاكتشافات البتروليه الجديده. هو المهم ان لما تحدد الحدود الاقتصاديه بتاعتك اصبحت هذه الحدود الاقتصاديه محتاجه حمايه محتاجه سيطره محتاجه حمايه محتاجه تواجد سواء فين الاكتشافات فيها ده مش مهم ولكن انت اصبحت مسؤوله عن هذه المساحه بالكامل سواء في البحر الابيض أو في البحر الأحمر. طيب إحنا بنتكلم عن إن الغواصة تم التعاقد عليها من 2011. أيوه. من 2011 لغاية دلوقتي يعني كل ده شغل علشان يعني حضرتك برضو فهمنا إيه اللي بيحصل وبعدين لما تم تدشينها 2015 لغاية دلوقتي برضو إحنا بنتكلم النهاردة عن تسليم يعني بنتكلم عن سنتين بعد التدشين. المهم اللي هم وصلوا بالسلامة وحصلنا واحدة وصلت بالسلامة والتانية تيجي بألف سلامة إن شاء الله. كان في سؤال أنا كنت سمعتك بتسألي على المسار البحري. المسار البحري بالظبط من ألمانيا لغاية هيعدوا القناة الإنجليزي ويعدوا خليج البسكي ويعدوا المحيط الأطلسي في المياه في الحدود بتاعت البرتغال وإسبانيا مرورا مضيق جبل طارق يعدوا منه البحر الأبيض كله إلى رصد. طب ليه كل ده؟ يعني ليه بتلف كل ده؟ ما بتلفش ده ما فيش طريق غيره. هو ما فيش ده الطريق الوحيد اللي بتسلكه من البحر الأبيض من بعد جبل طارق لشمال أوروبا كلها اللي هو المسار بتاع الأطلنطي جنب الحدود البرتغالية والحدود الأسبانية وعبور البسكي ثم القناة الإنجليزي. ليه ما يبقاش بشكل مباشر من البحر المتوسط؟ ليه ما يبقاش من البحر المتوسط بشكل مباشر لمينا الإسكندرية؟
ما ألمانيا ما لهاش مواني على البحر الأبيض. اه تمام. ألمانيا ما لهاش مواني على البحر الأبيض. طيب ألمانيا علشان موانيها كلها على بحر الشمال وعلى بحر البلطيق. تمام. وكيل دي في بحر البلطيق يعني. طيب علشان نوضح أكتر للمشاهدين، الغواصة اللي هتستلمها مصر اليوم إيه مدى أهميتها للقوات البحرية المصرية؟ مبدئيا سلاح الغواصات سلاح رادع. الغواصة طبعا معروف اللي هي بتقدر بتشتغل بطريقة سرية لأنها بتغطس تحت المية، وبعدين مهامها المهام المكلفة بها وبالذات هذه الغواصات المتطورة جدا اللي لا وجه للمقارنة بينها وبين الغواصات التقليدية القديمة اللي كانت عليها. هي بتصنف كغواصة تقليدية لأن وفي طبعا قصة تانية اللي هي الغواصات الذرية. هو الفرق الوحيد ان هذه الغواصات بتعمل بمواتير ديزل بماكينات ديزل للدفع في أثناء إبحارها على سطح المية وهي بره، وبتعمل بمواتير كهرباء ببطاريات بيتم شحنها أثناء تشغيل المواتير الديزل وهي ماشية على السطح. فدي دي اللي بتسمى الغواصات التقليدية بطريقة الدفع بتاعتها، ولكن هي دي تعتبر من يعني الغواصات المتقدمة جدا في مجال الغواصات التقليدية بكل لكن هي في إطار الغواصات التقليدية الأجهزة اللي فيها إمكانيات. طب أنواع الغواصات بشكل عام إيه؟ يعني حضرتك بتقول غواصات تقليدية. تقليدية وإيه كمان؟ والغواصات ذرية. والغواصات الذرية اللي بتعمل بالنقود الذري. تمام. يمكن يعني إحنا بنتكلم عن قطعة بحرية، الفرقاطة الفرنسية اللي تم تسليمها كان في هي بالأساس كانت المفروض معمولة للبحرية الفرنسية، ولكن كان في من ضمن شروط التعاقد ان يبقى في سرعه في تسليم الفرقاطه، فبالتالي تم تسليمها مباشره للجانب المصري. هنا يعني شروط التعاقد وفكره ان يبقى في سرعه في التسليم، هل الوضع بيستدعي السرعه دي؟ يعني واضح الظروف اللي المنطقه فيها فيها توترات، الظروف اللي المنطقه اللي احنا عايشين فيها احنا من كل اتجاه كانت تستدعي التحرك السريع والفعال في تملك قوات مسلحة من جميع الأفرع على أعلى مستوى وعلى أحدث طراز وعلى أحدث. وفي نقطة أخرى كمان وهو النقلة النوعية الكبيرة في قدرات الأفراد، لأن احنا يعني لازم نهتم قوي بالتركيز على نقطة أن الفرد المقاتل المصري، وده يمكن انا عجبني كلام محمد قبل ما اخش جدا، هو سر الموضوع كله، لان الموضوع مش موضوع مجرد تفصيلات مش آلة فنية، يعني مش استخدام الآلة فقط، الجهاز ده قدراته كذا، التسليح ده لا، المصري استطاع بامكانيات اقل بكثير جدا من امكانيات العدو في 73 في انه يحرز هذا العمل المبهر للعالم كله حتى الان بعد 43 سنه. ده هي الحاجة اللي المفروض تبقى واضحة وتبقى في ذهن الناس كلها، القدرات الغير عادية للإنسان المصري بصرف النظر عن المواصفات الفنية. فما بالك النهاردة هذا هؤلاء الأبطال في سلاح الغواصات، يعني أنا يمكن لم يأخذوا حظهم إطلاقا في 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 فيما فعلوا في خلال حرب الاستنزاف وفي حرب أكتوبر وفي 73. أنا مش يعني تخيلي هؤلاء الأبطال بهذه القدرات الفزة، لأن دي ناس بيبقى لها، أنت متخيل الناس دي موجودة تحت سطح المية ب 150 متر ب 200 متر، واخد بالك هذا الطاقم من القائد لأصغر جندي فيها، الناس دي بيبقى عندها إمكانيات غير عادية، والقادة دول يعني أبدعوا في عملهم. احنا بنتكلم في سلاح يعني هو الاول على مستوى الشرق الاوسط والقاره الافريقيه، فيعني ده بيفسر الكلام اللي حضرتك بتقوله دلوقتي. قد ايه وقت هتستغرقوا وصول الغواصه للمياه الاقليميه والمصريه ودخولها بعد كده الخدمه مع القوات البحريه؟ تقريبا حوالي شهر. شهر. حوالي شهر حسب والله حسب السرعه يعني تقريبا المسافه من هامبورغ لينا حوالي 3500 ميل، فحسب السرعه احنا لما واحتمال ان هو جاي هيعمل شويه تجارب للغطس الغواصه. اولا في حاله في الغطس هي مش 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 يعني مش مجال مش مجال واحد او مش 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 مش, مش عمق واحد يعني الغواصه بتقدر تمشي، والبرج اللي انت حضرتك شايفه
المرتاد طالع منه الصواري دي كلها ممكن بيكون على 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 فوق الميه، ممكن بتمشي ويكون الابراج دي طالع منها اللي هو البروسكوب النظري اللي هو بيقدر يشوف منه، بيبقى باين لوحده في الميه والغواصه كلها بتبقى، فبيقدر يتحكم في الاعباق اللي بينزل اليها زي ما هو عايز ب ب ب ب بالمستوى اللي هو عايز يمشي فيه. يعني احنا لما بنتكلم ان احنا القوات البحريه المصريه هي الاولى في الشرق الاوسط، ده شامل اسرائيل وايران؟ يعني لما بنتكلم عن الشرق الاوسط احنا ما بنتكلمش بس عن دول عربيه، احنا بنتكلم انكلود اسرائيل وايران. ده صحيح، معلومه صحيحه؟ والله هم ما ده اللي بيقول الكلام ده احنا ولا لا دي ولا تصنيف ده تصنيف تصنيف القوات البحريه السبعه عالميا والاولى في الشرق الاوسط. عارفه ان هي بتعمل هذه المقارنه بـ 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 بقواعد هي حطاها وباساليب هي حطاها عشان نوضح للمشاهد الرؤيه. لما بنتكلم عن امكانيات الغواصه، لما بنقول بازاحه كذا طن كذا الف طن، ازاحه اللي هي ايه؟ الازاحه بالتحديد اللي هي الديسبليسمنت دي بتعني ان انا لو تخيلت بالنسبه لاي جسم عائم، يعني مش غواصه بس او سفينه، لو تخيلت ان انا هذه السفينه حطيتها في حوض بنفس المقاسات بتاعها بالنسبه للطول والعرض والغطس، لو حطيتها في حوض في ولو في عند في عند مستوى الميه قبل ما تحطيها في مخرج، فلو حطيتيها الجسم بتاعها لما هيخش في هذا الحوض هيزيح مكانه كميه من الميه. فدي بيسموها كما لو كان وزنها، كما لو الوزن كان ده حاجه تانية، الوزن ده حاجه تانية. وفي تصنيفات كتيره لموضوع الازاحه والمساحات والوزن والكلام، يعني في المساحه الكليه وفي المساحه الخالصه النيتونج والديسبليسم، يعني في تصنيفات وكل تصنيف منهم له مواصفاته، يعني هو بيعني ايه. ايه اهم الاجهزه الاخرى اللي هتنضم لاسطولنا البحري في الفتره الحاليه او اللي جايه؟ هو لغايه دلوقتي هم الاربع غواصات دول، الله اعلم في ممكن يبقى في اتفاقات على ايه ثانيه. خطوات التدريب بتشمل ايه؟ يعني التدريب على التكنولوجيا المتطوره دي بتشمل ايه؟ وهل بيبقى في فعلا تجارب عمليه بتتم في الواقع في مناطق معينه مثلا؟ هذا الموضوع بيبدا من الكليه البحريه، مستوى عالي جدا من التعليم ومن التثقيف ومن يعني واجهزه وكل حاجه، وبينتقل الى الوحدات، كل وحده بيبقى لها نظام التدريب بتاعها وبيبقى لها اجهزه يعني في سيميليتورز وفي حاجات كتير جدا، وبعد كده في التدريب عملي فيعني. لكن التدريب العملي مش بيبقى على نفس الغواصه؟ طبعا بيبقى عليها نفسها. ايوه وبعدين احنا دلوقتي يعني يمكن الموضوع بقى لان احنا عندنا اوريدي غواصه وصلت من اخر السنه، فبقت موجوده تحت، فيعني الطقم الاولاني خالص ده طبعا هو اللي خد المشوار الكامل. هل مميزات للغواصه الجديده عن اللي تم تسليمها من شهور في ديسمبر 2016؟ هم زي ما بيقولوا سيستر، يعني هم الغواصات الاربعه هم نفس الموديل. مش بعيد، ما اقدرش يعني انا لا احكم، ولكن من الطبيعي ان ممكن تكون قوات بحريه وهيئه العمليات فيها والفنيين اللي فيها ممكن يكون طلب، ممكن بعد ما وصلت وبعد ما تتم استخدامها ويعني تعايشنا معاها مده اطول من مده التدريب اللي كانت ممكن في المانيا، مثلا تلافي بعض العيوب اللي ظهرت هناك، اكتشفوا حاجه، ممكن يكون هم في السكه اكتشفوا حاجه مطلوب اضافتها او تعديلها، ده شيء وارد يعني، مش ولكن ما هياش معلومه يعني. مهامها ايه؟ ده وارد يعني. تمام. مهام الغواصة النوعية دي والتايب ده بتكون ايه؟ الغواصات بقول لحضرتك ده سلاح رادع. اولا هذه الغواصات زي ما قلت مداها 11000 ميل، ده مدى يعني محترم جدا، وبتقدر تغطس لمدى حوالي 400 متر او مدى كبير يعني. ومداها الأهم من ال 11000 ميل إن مداها
اللي تحت الميه المده اللي تقدر تستطيع انها تبقى فيها وتبحر تحت الميه، لان دي بتبقى مده المحدوده لان بامكانيات البطاريات اللي هي بتشغل هذه هذا المدى، المدى كبير قوي بالنسبه للغواصات التقليديه. من المتوقع استلام الغواصه من المتوقع استلام الغواصتين الثالثه والرابعه امتى؟ لا ده بقى دي بقى. طيب احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا في نهايه لقائنا القبطان صالح جلال الحجازي الخبير البحري، نورتنا ومبروك لمصر، وان شاء الله يا رب مصر تبقى متطوره هو بس اكتر واكتر في كل مفهوم ان النظره اللي موجوده للامن القومي المصري وابعاده ومداه والاهتمام بالتسليح، ويبقى في توضيح لبعض المشاهدين اللي دايما بيتساءلوا يقول لك احنا كل ده عمالين نشتري سلاح ونصرف كل ده على السلاح، طب ده ليه؟ يعني انت ما انتش دوله صغيره بالظبط، انت ما انتش دوله سهله، لا والظرف الاقليمي والدولي بقى مختلف، ما هوش عادي بالظبط بالظبط خالص يعني. فلازم يبقى عندك بحريه قويه، واحنا بنقول مصر المحروسه تحرسها البحريه طبعا الحمد لله تحرس حدودها المياه الاقتصاديه وكل حاجه. نورتنا، شكرا لحضرتك. ومشاهدينا بعد الفاصل هنرجع لحضراتكم مع فقرتنا الطبيه. أهم النيل ده نعرف ان هي حبوب بتطلع في جسم البني ادم والطفل بمعنى اصح. مرض حمو النيل انا اعرف ان ده حبوب بتطلع في وش شبابي. اللي انا اعرفه حقيقي يعني في حمو النيل ده بيقولوا مرض صيفي، وده بيجي نتيجه تقريبا يعني الجو او حاجه زي كده، وممكن بيقول لك باخد دهانات او لاخره، هو ده اللي انا اعرفه فيه اكتر من كده. بيعمل زي هرش كده في الجسم، بيعمل حمار ونقط كده صغيره، فبيقعد يهرش الولد الصغير لغايه لما يجيب دمه في جسمه. مرض جلدي بيظهر في الحبوب وبيعمل حساسيه. ان هو بيجي تقريبا في الصيف، بيظهر في الصيف عن نتيجه العرق وعدم الحموم متهيألي. انا سمعت عن حمو النيل ان هو مثلا المرض بيكون عن احمرار بيظهر في الجسم في شهور معينه من السنه زي شهر مثلا اغسطس وشهور تانية بسيطه، بس العلاج بتاعه ايه؟ هي المشكله في علاجه، يعني احنا عايزين نتكلم عن علاجه، لكن هو احمرار بيظهر بعض عند الاطفال وعند الكبار، ولكن علاجه ايه؟ هي دي المشكله. اهلا بحضراتكم من جديد. فقرتنا الطبيه النهارده زي ما حضراتكم تابعتم هنتكلم فيها عن مرض حمو النيل اللي بيزيد بشكل كبير في فصل الصيف. الاسباب ايه؟ ازاي نقدر نتعالج منه؟ خصوصا ان الموضوع ده يمكن موجود عند اطفال كتير، كمان الكبار بيعانوا منه. هل في طرق معينه لعلاجته؟ طب الطرق البدائيه اللي اعتدنا عليها من سنين هل هي صح ولا غلط؟ كل ده هنتعرف عليه مع ضيفنا اللي منورنا النهارده في الاستوديو، دكتور هاني الناظر استاذ الامراض الجلديه ورئيس المركز القومي للبحوث سابقا. يا دكتور صباح الخير، منورنا دايما. صباح الخير يا دكتور. ويمكن زي ما شفنا دلوقتي في التقرير الاراء متباينه، اللي يقول لك بيجي في الصيف بس او بسبب عدم الحموم. عايزين بقى توضح لنا اعراض حمو النيل ما بين الشائعه والحقيقه ايه. بص تعالوا نقول للناس ليه يسموه حمو النيل. ايوه حمو النيل، حمو يعني حاجه حاميه، النيل النيل. كان زمان قبل السد العالي الفيضان دايما بيجي في مصر في الفتره دي لو تفتكروا، وفي الوقت ده بتبقى رطوبه عاليه فبيبدا حمو النيل يظهر او المشكله دي، فقالوا حمو النيل اللي هو الحمو اللي بيجي مع فيضان النيل. تمام. انما طبعا النيل بريء من العمليه. اوكي. هو بيجي نتيجه ارتفاع الرطوبه مع درجه الحراره. يعني هي الفتره دي في الوقت ده. هي دي الفتره دي بالذات من نص يوليو. احنا لما بيبقى في حر شديد بنعرق، فالغدد العرقيه بتنشط فبتطلع عرق اكتر،
يجي العرق يتبخر الرطوبه عاليه في الجو فما يتبخرش فيتجمع في الغدد العرقيه فتتنفخ العرق مليان املاح وسموم فتلتهب فتبقى زي البالونه الصغيره كده مليانه املاح فتبقى ملتهبه فتظهر عليها الحبوب الحمراء اللي احنا بنشوفها دي. لو الحبوب دي بقت بيضه مش حمراء ده معناه ان هو مرض. الراس البيضه دي من الميه اللي فيها دي ميه ميه فيها فتبقى حدثت فبتيجي في الوش في الرقبه في الصدر في الكتف في الظهر وبيبقى صاحبها رغبه شديده جدا في الهرش او بتبقى مؤلمه كمان احنا بقى كمصريين بنزود العمليه بنفسنا بعادات غريبه جدا لازلنا متمسكين بيها. زي ايه؟ الشهر ان احنا في الجو ده بنستحمى ميه دافيه وميه فتره. كل بص الناس تخش العظافه الحنفيه اليمين مع الشمال كده تبقى فتره يستحمى بزود حمام النيل. لان طبعا ده عايز حاجه بارده فانا ما احط حاجه دافيه بتزيد. فاذا الحل هنا ايه؟ ان انا لازم استحمى بميه بارده. ده بالنسبه ده, ده ده كشيء وقائي ولا في حاله وقائي الإصابة؟ وعلاجي. يعني بقول للناس دلوقتي اللي ما عندكوش حمام النيل خلي بالكم بلاش الميه الدافيه عشان ما يجيكوش حمام النيل. كل ما كانت الميه اسقع او ابرد كل ما كان افضل. شيء طبيعي مش احنا لما بتبقى حاجه سخنه بنحط حاجه ساقعه عشان نرطب. طيب حضرتك ذكرت ان ده بيكون نشاط فيه افراز الغدد اللي هي مسؤوله عن العرق. الغدد العرقية. هل بيكون العلاج ان انا الحمى يعني الحمى بميه بارده وفي نفس الوقت في اقراص بتتاخد تقلل شويه من تنشيط العلاج فيه اكتر من حاجه؟ لا احنا لسه هنتكلم عليها. احنا هنتكلم عن اسباب الظهور. اللي هي العادات بتاعتنا برضو الناس اللي بتخرج من غير بلبس سينثيتك. سينثيتك مش قطن فتعرق اكتر. البس حاجات سودا الصبح فاخد اشعه اكتر فاسخن. كل الحاجات دي بتبقى اسباب. لازم البس قطن، لازم البس الوان بيضة الوان خفيفه. لكن الموضوع ملوش علاقه بالتعرض بشكل مباشر لاشعه الشمس. لا. لان احيانا بيظهر حاجه زي كده لو الواحد اتعرض لاشعه الشمس لو بيعمل تانينج مثلا. لا دي حساسيه ضوئيه. دي حاجه تانية. لا دي التهابات شمس وبرده بتبقى فيها حكه برده. طبعا اي حساسيه يبقى معاها هرش. طب نيجي للعلاج. اتفقنا خلاص نستحمى بميه بارده. كمان بنجيب من الصيدليه غسول الكلامينا الملطف ده ورجه وبدهن الاماكن دي مره الصبح ومره بالليل بعد الحموم او ثلاث مرات بتلطف جدا وبتدعي الالتهاب. وممكن اخد قرص مضاد الهستامين بعد العشاء زي ما تفضلت حاجه وذكرتي عشان هرش. خلصت خلاص. بقول للشباب ما تنسوش البسوا فانيلات قطن تحت القمصان. فتره العلاج بتكون قد ايه؟ بتتراوح ما بين ايام يعني ثلاث اربع ايام. طب ما خدت علاج صح خالص انت. هل الموضوع زي ما قالت واحده من الناس اللي بتقول رايها قالت ان هو الموضوع ليه علاقه بالاستحمام او غيره ولا ملوش علاقه؟ لا هو بالنوع الميه. انما في واحده قالت فتره عشان ايوه ان ده بيجي للناس اللي مش بتستحمى. لا لا خالص. فلو اي حد مصاب بيه يعني. لا لا خالص ماليش دعوه بالموضوع ده خالص. ملوش علاقه خالص. لا لا خالص. وبس لو استحمى بميه سخنه هيزيد. بس ليه دايما بنلاقي عند الاطفال الصغيرين خصوصا الصغير اللي عندهم شهور بنلاقي دايما يعني بيظهر لهم في الوقت ده في اولاد اطفال من بعد الولاده على طول ليه؟ بيعرقوا جامد جدا. دايما ودايما الام بتلبسهم اكتر من اللازم. بص الطفل ليه بيعرق اكتر مننا؟ وعدد ضرباته اكتر على ضربات قلبه والتمثيل الغذائي عنده عالي فبيعرقوا اكتر. والكبار اللي بيعرقوا اكتر كتير هتلاقي عندهم. هل فعلا بودره التلك بتكون معالجه للحمونيل؟ انا لا انصح بيها. ليه بقى حضرتك؟ ده عرق. واحطه بودره فبيعجن. وممكن يسد المسام. على فكره ده تراث مصري قديم. ده كانت اصلا الباودر دي بتتباع علشان كده تقول لك للبيبيهات بلاش تعالج بكريمات او بودره. اوكي. انا عايز الغسول الملطف انما البودره بتعجن وتضايق. يعني الاطفال الصغيرين يبقى الحل معاهم ايه لو ما فيش لما ينام بالليل؟ اولا لازم احط تحتيه بشكير او فوطه قطن كبيره عشان يمص على بسمار. احميه في اليوم مرتين ثلاثه. طب ويلبس ايه في الجو ده؟ لان في امهات كتير. طب كام يعني كام طبقه؟ لان في امهات بتلبس كتير قوي يعني بتلبس كذا طبقه فوق بعض. اتصوري انا حتى في الصيف هو تحت فانيلا قطن وفيها تيشيرت او القميص. طب في البيت هي الفانيلا بس. الحفاضات بقى لان هي طبعا المواد كلها اللي فيها بتبقى سينثيتك. هل الحفاضات دي ودي طبعا بتبقى يعني مش هينفع نلبس حفاضات قطن دلوقتي. ليه بقى؟ طب استني تعالي نتكلم في الموضوع ده. دلوقتي ام بتروح الشغل الصبح. ترجع بعد الظهر. لغايه ما بتنام بالليل. ليه تلبس الطفل في البيت حفاضه صناعيه؟ بس ده احنا كده ده احنا ننقل الموضوع نقله ثانيه خالص. دي هتقعد بقى كل شويه تشيل وتغير وتغسل. اجيب 12 كفوله قطن. مش كلنا الستات كلهم عندهم غسالات دلوقتي؟ ايوه بقى اللي احط في الغسالة.
دي حاجه مثاليه قوي يا دكتور. دي ام مضحيه. ايوه مضحيه بايه بقى حضرتك؟ بتعقدها بعد الظهر وقتها في ايه؟ ما هي اوريدي ما بتنامش بقى طول الليل عشان الرضاعه والعياط والبيبي بيقوم والحاجات دي. 7 سنين. اه صحته اهم من. لا ما هو حضرتك بتقول 7 سنين دي خلاص هو مش هيلبس حفاضه. لا 6 شهور. سنتين ثلاثه بيلبس لسه بامبرز. الكفوله القطن مهمه جدا. انما لو خارجه الصبح مفيش مانع هتروح مشوار. يعني حضرتك من الناس اللي لازلت بتقول ان الحفاضات اللي هي اللي معموله من مواد صناعيه دي تستخدم في اضيق الحدود للطوارئ. برافو عليك. في خروجه في خارج المنزل زياره. لكن دايما كل الستات عندهم غسالات في البيت دلوقتي. الكفوله اتبلت حط في اتجمعه ننشر وفي عندي 12 كفوله. قطن خفيف وجميل وحنين على جلد الطفل. وهي مش هتتعب في حاجه. غساله واتنشروا الست هيقضوا طول اليوم. البس الولد بس صحه الطفل مهم بالنسبه لها بالنسبه للام. في حد دايما بيكون معرض للاصابه بالحمونيلا عن غيره؟ يبقى في حد اكتر عرضه من ده؟ طبعا اصحاب الوزن الزايد بيعرقوا اكتر. ده شيء طبيعي فبيبقى عرضه اكتر. الاطفال اكتر زي ما قلنا. الرجاله المشعرين بيعرقوا اكتر. ودي ظاهره فسيولوجيه فبيبقى عرضه للحمونيلا اكتر. هل ممكن يسيب اثار بعد ما يتعالج؟ لا لا خالص. كمان طبعا عايز اقول بضيف حاجه. الناس اللي بتقعد في اماكن مش متهويه كويس. طبعا حر مكتب مقفول مفيش مروحه طبعا. طيب كده انا بقول للناس في الصيف ارجوكوا بعد الظهر انزلوا اخرجوا اتمشوا في الشارع اتمشوا على كل. التكييف ممكن يكون بديل. التكييف في الاماكن المغلقه ممكن يكون بديل عن الهواء الطبيعي؟ طبعا طبعا بس مش كل حاجه عنده تكييف. انما التكييف طبعا سلاح فعال. احنا معانا دلوقتي اتصال هاتفي. نستاذن حضرتك استاذه عزه من الجيزه. ام عزه من الجيزه. الو. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. اتفضلي. ممكن بس اكلم دكتور هاني؟ طبعا. اتفضلي. تامر حضرتك. معلش هو الموضوع اصلا مش في مع الحلقه بس بنتي ظهر كده 3 حبوب على لما اقضى على الحلمه بتاعت الصدر كده. كلف؟ لا 3 حبوب. 3 هي حبوب. بتستحمى الصبح وبالليل. 3 حبوب. 3 حبوب. تمام. 3 حبوب بس. فانا عايز اعرف ايه اللي حصل يعني مع ان هي بتستحمى الصبح وبالليل يعني يوميا بتستحمى. يعني ظهر لها 3 حبوب. ايوه. فين ظهروا؟ فين؟ عند الحلمه بتاعت الصدر. هي بترضع حاليا ولا حاجه؟ لا 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 دي هي انسه. انسه. طب ممكن توصفي لي حجم الحبه وشكلها ايه؟ صغيرة مش كبيرة قوي. فيها راس زي زي حبة الفلفل الأحمر كده. طب أستاذنك بس لونها محمر بسيط. أستاذنك في سؤال، هل كان في شعر قريب وشالته؟ لا 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 ده على لو مأخذة على حلمة الصدر. أما أنا قصدي لا. طيب بتوجعها أو بتهرش فيها؟ لا 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 ده ظهرت امبارح بس. ما كانتش موجودة من يومين ثلاثة؟ لا 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 ما كانتش موجودة. طب هل في المكان دافي أو سخن أو وجع؟ لا لا ولا أي حاجة. ده لقيتها هي بتقول لي يا ماما ده حاجة ظهرت كده فسبحان الله ولقيت حضرتك النهاردة على الشاشة يعني قلت أسأل حضرتك. لا دي عايزة كنت عايزة تليفون حضرتك. لا نعم؟ أولاً مبدئياً ما تخافيش دي حاجة مش خطيرة. مبدئياً خالص يعني ومش مرض. هي موظفة أصلاً عشان الحد مثلاً. لا عشان أنتوا دايماً بتبعدوا. يعني ده مش مرض وحش ومش حاجه تخوف بس لازم تتشاف. ايوه لازم تتفحص. فلو اقرب دكتور امراض جلديه جنب حضرتك تروح. لا انا عايزه تليفون حضرتك. لا ما مش طب حضرتك ممكن ترجعي للكنترول. كنترول روم. حضرتك ارجعي للكنترول وهم ممكن يعني الدكتور يتواصل معاكي. طيب نرجع مره ثانيه لموضوعنا النهارده. وكنا بنقول ان لو هل ده ممكن يسيب اثر الحكه وال يعني التعامل بشكل خاطئ معاه ممكن ان هو بعد كده يسيب اي اثر. هي بقى المشكله اللي بتحصل احد مضاعفات حمونيل ان لو الواحد ما خدش علاج واهتم بالموضوع بيبدا الواحد يهرش. خصوصا اطفال يعني اطفال فلما بيهرش ضوافره بيجرح المكان فبيحصل تلوث فبتخش بكتيريا فتبص تلاقي اطفال كتير على طول مع حمونيل تتكون عندهم دمامل في الوش ودي فيري كومن يعني كتير قوي من دول مش هو معدي؟ لا حمونيل مش معدي.
بس انا لوثت المكان نتيجه بكتيريا فكونت دم. هنا بقى في بكتيريا ايوه وهتلاقي دمام الكبيره وبتوصل. هل البكتيريا دي بتتحول لانها تبقى معديه ولا مش برضو؟ لا هي بتتطور بس. لا طبعا لو زادت ممكن تعدي بقى لان ده مرض تاني. ايوه هو كده اتنقل يعني حصل ودي بتحصل كتير قوي من دول. عشان كده دايما بنقول للامهات خلي بالكم تيجوا نقول عندها دمامل. ده هو كان عنده حمى النيل. هل في عامل وراثي للمرض؟ لا خالص خالص. هي مجرد عادات سيئه وخلاص. مش عادات سيئه هو ارتفاع الرطوبه مع الحر. احنا بقى اللي بنزود المشاكل دي. تمام. طيب احنا معانا ناديه على التليفون. صباح الخير. صباح الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت دكتور. معاك اتفضلي. ايوه دكتور. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام. اهلا بحضرتك. انا حضرتك انا كنا بقى عندي حاجات في وشي بتلح في الصيف مغلوط يعني فيها علاج خالص. حاجات زي ايه يا فندم؟ حبوب كده زي حمو النيل بس مش هو بيبقى مظهر في مطلع في الشمس او اقعد قدام صهد او كده تحت البط قالت؟ زي لا في الوش زي نمش؟ في الوش باين ظاهر خالص زي النمش كده؟ لا مش زي النمش ده هو زي حمو النيل بس مبيض. حمو النيل زي حمو النيل بس مبيض نقط بيضة. نقط بيضة. تمام. بتروحوا بتيجي ولا ثابته؟ في الصيف بس يا دكتور. هو نوع من انواع حمو النيل. طيب. بس انا حساسيه. بص تعملي ايه؟ لازم نغسل وشنا في اليوم يعني على الاقل 3 4 مرات وبميه بارده ماشي. وهتجيبي زي ما قلت غسول كلامينه ارجه وبعمل بيه الجلد 3 مرات في اليوم هتبقى زي الفل. عايزك بقى التهويه باستمرار يعني لو في البيت في مروحه تبقى مروحه جنبينا بحيث يبقى ايه مفيش عرق كتير وننشف باستمرار بالفوط يعني ما تسيبيش عرق على وشك. مع العرق يا دكتور فعلا وشي بينهار جامد. بالظبط كده هو ده السبب بتاع العرق. فتمام زي ما قلت لك كده والكلامينه ان شاء الله تبقى زي الفل. كلامينه بس. طيب شكرا ليكي. فعلا في نقط بيضاء بتظهر عند البعض وبتبان في السمر قوي. بتظهر نقط بيضاء هل دي بتبقى مرتبطه بالتقدم في السن ولا هي فعلا نوع من انواع حمو النيل؟ لا دي حاجات كتير جدا. النقط البيضاء دي حاجات كتير. ده اكتر من حاجه. ده ممكن ساعات تبقى حاجات وراثيه دهون تحت الجلد. احيانا حب الشباب بيعمل كده. وممكن حمو النيل لما تظهر عند كبار السن ده بيبقى ليه علاقه بالتقدم في السن ولا لا؟ ممكن ممكن بس لازم الواحد يكشف ويقول عشان العلاج هنا يختلف. طيب ليه علاج لكبار السن؟ يعني لان ممكن يكون شكلها مزعج برضه. بدي بتشال بالليزر. ليزر. النمش والتعرض للشمس وزياده النمش مع الشمس برضه ده علاجه ايه؟ الليزر حضرتك. النمش علاجه الوحيد الليزر؟ مالوش علاج غير الليزر. لان ناس كتير بتفتكر النمش ممكن اعالجه بكريمات اللي بتشيل اللون الغامق. لا مش كده حاجه. هو الليزر يعني من حسن الحظ ان العلم اكتشف الليزر. يعني في عندنا مشاكل في الجلد ما كناش هنعرف نعملها بغير الليزر. هل ده فعال ولا ممكن تعود مره اخرى ظهور النمش النمش ظاهره حضرتك بتبقى استعداد وراثي اولا عند البعض. كمان اصحاب البشره البيضاء عندهم استعداد اكتر ثم التعرض للشمس كتير بيظهر النمش. فانا لو شلت بالليزر انتهت العمليه بس على شرط ان انا بقى احط بستون سان بلوك احمي نفسي من الشمس ما يظهرش تاني. انما لو تعرضت للشمس تاني في ضمانه ان هو ما يظهرش تاني ولا وارد ان هو يرجع يظهر مره تانيه اذا تعرضت للشمس كتير؟ لا برضه لو في تعرض للشمس برضه يظهر. هيظهر تاني حتى في وجود سان سكرين او اي واقي من الشمس؟ لا لو في سان بلوك خلاص. خلاص. يعني طب يا دكتور ما تخلينا بقى واقعيين عشان برضه ما نكتش على الناس اللي بتصيف. اللون البرونز ده متعه يعني وحاجه من حاجات الجمال يعني الناس كتير جدا بتحب ان هي تاخد اللون البرونز. ايه المشكله؟ ما هو حضرتك على طول يعني احنا بنتكلم على انه دايما التعرض للشمس مؤذي. ازاي اخد اللون البرونز ده بشكل وان انا ما اتاذيش؟ بص حضرتك مش في كل وقت الشمس خطر. مشكله الشمس في فتره من الساعه بعد الساعه 9 الصبح لغايه الساعه 3. طب ما هو ده الوقت بتاع التاني. ما هو خلاص ما فيش تايم بعد كده خلاص. مين قال كده؟ الشمس تبقى خلاص بقى ابتدت تهدى كده فمش هتدي لون. جربتي حضرتك؟ لا طبعا. الفتره بتاع الساعه 5 والساعه 6 نقعد في الشمس هناخد لون تاني. معقوله؟ طب بس مش هيجي لنا التهابات. طبعا ده احنا بنعالج الصدفيه في الوقت ده. يبقى اذا الشمس مؤثره يعني التعرض للشمس بعد 3 او من 3 او الصبح قبل الساعه 9 قبل 9 الساعه 7 8 ناخد تان جدا كمان. تمام. وتان بدون التهابات. تمام. احنا معانا ايه من الفيوم. ايه صباح الورد. صباح الفل. اهلا بيكي. اهلا بيكي. ممكن اسال الدكتور على حاجه لو سمحت؟ ارجوك اتفضلي. لو سمحت يا دكتور انا عندي الفانتا ديت طلعت لي مره وبتزيد يعني. للاسف خطأ السانتا. طيب هي قالت انا عندي سانتا. فانا نلحقها باللي جمال.
السنت هي إصابة فيروسية. أوكي. بتاخد أشكال كتير. معدية؟ معدية جدا. يا نهار. إذا جت في بطن الرجل دي اللي بنسميها يعني السمكة. إذا جت في الجسم بتاخد شكل كده حجر مادي وسطحها خشن، أحيانا بتكبر وشكلها بتضايق قوي، بتعدي الواحد. إذا جت في الإيد، الحتت اللي هتطولها الإيد هتتنقل لها. لو أنا بحط إيدي بالسماء هتطلع هنا في الوش. ممكن توصل للأعضاء التناسلية، بتبقى مشكلة كبيرة. وهو فيروس وعلاجه بيبقى بأكتر من طريقة. ممكن بتبقى فيه تركيبات موضوعية بنكتبها فبتموت الفيروس وبتشيل المكان دون، أو بنستخدم الكي، أو حديثا بنستخدم الليزر وهو أفضل الطرق للقضاء على السرطان. طب لكن بس هو دايما بقول للناس هو معدي. الليزر برضو بيبقى عن طريق التسخين، يعني نفس فكرة الكي؟ اه انت بتكوي. اه الليزر كوي، بس طبعا ما فيش بقى الالم بتاع الكي وما فيش الجروح اللي ممكن يعملها، فبيبقى سهل. بيبقى الاصابه دي بيه ليه؟ غير العدوى يعني في اسباب تانية؟ لا هو لا بيجي عدوى لازم. اه يجي عدوى، هتلاقي اطفال المدارس من بعض في المدرسه. هل ده بيفسر ان بعض الاطباء بيرفضوا ان هم يسلموا على المرضى؟ اطباء الجلديه؟ انا بسلم على كل مريض. انا عشان كده بقول البعض. لا لا طبعا، على فكره انا عايز اقول لك حاجه معلومه، يعني ان اكتر من 95% من الامراض الجلديه غير معدي. اه عكس الناس ما فاكره. والمعدي معدي مش بسهوله خالص. طيب خلينا ناخد على دلوقتي على مدار 30 40 سنه فاتوا بقى عندي كل امراض. معانا امال من الشرقيه. صباح الخير امال. صباح الخير. عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. الدكتور معاكي. لو سمحتي ممكن اكلم الدكتور هنا؟ اه معاكي اتفضلي. لو سمحتي يا دكتور، انا من 3 4 شهور كده طلعت لي نقطة صفرة تحت عيني كده، وبعدين جت في العين التانية وثبتت على كده من 3 4 شهور. نقطة صفرة؟ اه نقطة صفرة كده، ويعني افتح من لون الجلد بتاع عيني اصلا. بارزة فوق سطح الجلد ولا في سوى الجلد؟ ايه؟ بارزة شوية فوق سطح الجلد؟ لا في مستوى سطح الجلد بس، يعني ايه اي حد يشوفها يقول لي ايه اللي يقرب عليها قوي، يعني مش ظاهره من بعيد، يقول لي الحوش اللي تحت عينك دي زي ما يكون ايه لونها حته حاجه مثلا حته كريمه اي زي حرقه مثلا وطفيت. اه جوه هنا كده؟ ايه جوه عند الحرف العين من جوه هنا؟ ايوه عند زي ما حضرتك شاورت بالظبط كده. تمام. انت حضرتك عندي كام سنه؟ انا عندي 28. تمام. وبعدين يعني انا قلقانة موت مش عارفه دي ايه. دي قصه ثانيه. قلقانة تموت. لا بعد الشر عليكي. طيب طب ليه يعني ليه السلبيه دي؟ ليه يا بنتي؟ ده حاجه ما تخلصش خالص. ده دي شويه دهون بتيجي هنا، وانا عرفتها عشان كده قلت لك هنا، وبيبقى استعداد معلم من حد في العيله كان كده. الدهون دي بتتشال برضو بالليزر او باي حاجه وخلص. ده الموضوع في منتهى البساطه. انا قالوا لي انا كنت قالوا لي حساسيه مش عارفه، رحت لكام دكتور يقول لي دي حساسيه ده حساسيه. لا لا دي دهون تحت الجلد مالهاش علاقه بالموت خالص. دهني صغير. اه زي بتتشال. طب انا يعني دي يعني ده مش بواق ولا حاجه؟ لا البواق حضرتك ما بقاش اصفر، بيبقى ابيض. اه وفي سوى واللون الجلد مش موجود خالص ومش هيجوا كده، خدتي بالك؟ هتلاقي واحده فوق الجاف حته ثانيه ولونها ابيض زي لبن الحليب، دي مش بيضة. دي لونها اصفر، ده دهون ما تخافيش. طب ده اخد لها ايه يا دكتور ولا اعمل ايه؟ دي بتتشال. لا لا يعني حد يشوفك لو سمحت. انت من الفيوم؟ لا انا مش شرقيه على فكره. انا شرقيه. متابعين مع حضرتك في العياده. انت جيتي لي قبل كده؟ اه بس كان كنت يعني ايه محروقه، يعني قلت لي من بعيد كده زي نظام حساسيه وما تقلقيش، وكان في ضغط جامد فقلت خلاص اصلا مسافه بعيده خالص وانا مش بعرف اجي معاهم. ثانيه انت جيتي لي عشان دي ولا عشان حاجه ثانيه؟ لا جيت قلت من بعيد كده يا دكتور ممكن تبص لي على دي كده حاجه، فقلت ما تخافيش ما تخافيش دي حاجه. اخويا واختي متابعين مع حضرتك للبهاء. هي تقريبا كانت أيوة هي تقريبا كانت جايه مع حد. اه يعني اخواتي كانوا بيتعالجوا عندي من البهاء. اه فاخويا قال لي دي ايه؟ قلت له لا ما تخافش دي مش حاجه. بس انا قلت لك طبعا هي مش بهاء اكيد طبعا. اه بس انا بقى ايه من ساعتها انا اتحركت اقول لك اكتب لي حاجه وكده، يعني عشان انا كنت جاي معاهم كده. طيب احنا بنشكرك شكرا جزيلا. عشان المره الجايه بتعالي معاهم ونكتب. اه طيب بنشكرك لان في تليفونات تانية معانا. ام احمد من الفيوم. ام احمد صباح الورد. الو ام احمد. فقدنا الاتصال. طيب معانا عتاب من بورسعيد. عتاب ليه؟ عتاب هي اسمها عتاب. عتاب اه
هيتام صباح الخير. حضرتك افتكرت في حد بيعاتب من بورسعيد. طيب فقدنا الاتصال برضو. طيب برضو يعني يبقى بالتالي الحاجات اللي بتظهر بالشكل ده ممكن تبقى اكياس دهنيه بسيطه وممكن تتشال بالليزر. اسمها زنسوبه حاجه معروفه في الامراض الجلديه، وبنلاحظ ان دي بتيجي مع الناس اللي عندهم الكوليسترول عالي شويه. دي بتتشال وعمليه سهله قوي. طيب نلخص بقى فقرتنا وحضرتك تقول كده النصائح في نقاط التعامل مع الحمل. احنا في الجو ده لازم نلبس اخطان الوان فاتحه، ما نتعرضش يعني للكتمه كتير، لازم تهويه. الشباب نلبس فانيلا قطن من تحت، نستحمى بميه. حجابات يعملوا ايه اللي بيقوم قافلين طبعا رقبتهم والمنطقه دي كلها؟ اول ما نرجع البيت على طول بنقلع ونتشطف بميه ساقعه ونغسل وشنا بميه ساقعه ونتهوى. تمام. لو في التهابات بنستخدم غسول الكلامين الصبح وبالليل. ال- ال- الحمونيل ممكن يجي في فروه الراس نفسها؟ ممكن يجي في فروه الراس. ممكن يجي في فروه الراس لو هي برضو بتتعرض لنفس اي مكان فيه غده عرقيه حضرتك. تمام. طيب احنا بنشكرك، نورتنا دكتور هاني الناظر استاذ الامراض الجلديه ورئيس المركز القومي للبحوث، نورتنا، شكرا جدا على المعلومات دي كلها. شكرا. بنشكرك يا فندم. صباح الورد. مشاهدينا احنا بكده وصلنا لنهايه حلقتنا. صباح الورد عليكم. صباح الورد عليك يا ايمان. صباح الورد عليك يا مها وعلى كل مشاهدينا. ان شاء الله نشوف حضراتكم بكره في حلقه جديده.